صباح الخير. صباح النور يا فندم. كنت قريت في الجورنال ان انتوا عاملين عرض تحفه، ان انا اخد اوضه عليها اوضه فري. بالظبط يا فندم، بس انا شايف حضرتك لوحدك، يعني حضرتك هتحتاج الاوضه الثانيه دي لمين وعشان ايه؟ لا انا عايزه الاوضه الفري بس يا فندم. عايزه الاوضه الفري بس. نعم نعم الله عليك. طب استاذنك بقى ثانيه واحده عشان اخد المهدئ بتاعي. لا ما هو انا جايه تعبانه، مش هستناك تاخد المهدئ بتاعي عشان اعرف اتعامل معاكي. انا جايه تعبانه ومحتاجه ارتاح. بقول لك عشان اعرف اتعامل مع حضرتك محتاجه ارتاح. خلاص مش مهم انا ارتاح. وانا اسف جدا يا فندم، مع احترامي الكامل لحضرتك، ما ينفعش تاخدي الاوضه الفري من غير ما تاخدي الاوضه اللي بفلوس. يعني ايه ما ينفعش؟ ده كان اعلان مضروب؟ انتوا بتضحكوا على الناس وخلاص؟ ابلغ شرطه السياحه تيجي تشمع لكم المكان ده كله؟ بتضحكوا على الناس يا فندم؟ يا فندم اهدي بس شويه، احنا في اوضه محترم. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ المحامي بتاعهم؟ لا يا فندم انا المحامي، مستر فارس صاحب الاوتيل والمدير العام. اهلا وسهلا، انت بقى اللي بتعمل اعلانات مضروبه؟ انت اللي عايز تبوظ السياحه؟ ابلغ شرطه السياحه؟ بالراحه بالراحه، بس هو عشان مش هنقعدك ببلاش يبقى الاعلان مضروب؟ يا عم اهدى شوية، دي ممكن تكون صاحبة النصيب. شكلها صاحبة مشاكل. اهدى. بقول لحضرتك ايه، انا مش شايف مع حضرتك حد، يعني لا جوزك ولا ماما ولا خطيبك مثلا. انا لا عندي جوز ولا خطيب، وماما مريحة في البيت، وانا جاية رايحين عشان اعصابي تعبانة، وهاخد الاوضة الفري. يعني هاخد الاوضة الفري؟ من حقك طبعا يا فندم. طبعا ميرسي قوي. طبعا الاكل ببلاش؟ لا الاوضة ببلاش، الاكل بقى بفلوس. عيب قوي، عيب لما تبقى صاحب الاوتيل والنزلة بتوعك يجوعوا. ايه هتنزلونا عندكم وتجوعونا؟ ابلغ شرطه السياحه بقى. طبعا يا هانم ما يصحش، والله ما يصح. الاكل عندنا فري، الهاتي زي ما انت عايز، بوفيه مفتوح فطار وعشاء. لا 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 ده كده كتير بقى. حضرتك قلت فطار وعشاء، وبالنسبه للغدا ما تغداش؟ اجوع اموت؟ لا الغدا على حساب حضرتك، انا ما شفتش كده قبل كده. هو قال حسابك؟ امال كانك سمعتي حاجه. الغدا كمان على حسابنا؟ لا ده كتير قوي بقى يا جماعه. اسكت شويه ما تطيرش عروسه لحيلتنا. عروسه ايه؟ مش باين. لو سمحت يا كابتن. لا بس بلاش اداء التناكه ده، عشان مش لايق خالص على لبس صغير على الحب. عايزه ايه؟ اخلص. حاضر. مفتاح الاوضتين. مش كانوا اوضه فري؟ فجاه بقى اوضتين؟ هو انتوا مش كاتبين ان الاوضه عليها اوضه فري؟ ولا احنا بنقول الكلام وبنرجع فيه؟ لا 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 بصي حضرتك لحظه واحده. ايه رايك تاخدي الساعه كمان؟ اتفضلي. عامله كام دي؟ دي جايه تقلبنا. ماسيو سي لا كانتالوب. ده كانتالوب؟ يا سلام الله يسلم كانتالوبك، احلى كانتالوبك شربته في حياتي. ايه ده انت؟ في ايه؟ انت فاقد الذاكره ولا ايه؟ انت؟ انا ايه؟ انا شفتك قبل كده. لا 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 ما اظنش خالص، ما اظنش. لا شفتك. لا ما اظنش خالص يا سيدي. عايز ايه؟ مش انت اللي جيت فرح مستر فارس؟ انا؟ ايوه حتى بالاماره قلت لي انك ميكس قرايب. انا ميكس قرايب؟ أيوة. لا 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 انا ميكس فراوله وده معروف. انا مش بهزر انت والله. سيبك انت، انا عايز اعرف استاذ قنديل عمل ايه بعد ما الفرح باظ. مسيو قنديل الله يرحمه. لا ما تلاقوش باذن الله خير، بس انتوا شوفوا دكتور محترم. ايه اقول لك؟ مات. مات؟ ايوه. مات ازاي؟ مات ازاي؟ تعالى هنا. مات ازاي؟ ده ايه ده بالراحة؟ ما ينفعش يموت، ده لو مات اقتله. ما تعملش في نفسك كده، بس والله عشان دلوقتي قريب يموت. يا نهار اسود، قنديل مات. مات والله. قنديل مات. يا نهار ابيض. قنديل مات يا ناس. جاي لك يا قنديل. يا دكتور امجد. قلبي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا هانم، خش برجلك اليمين. منوره الاوتيل كله والله. يا اهلا، احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد. اتفضلي يا فندم. هي دي بقى الاوضه اللي انتم متشمللين عليها وعاملين عنها الاعلان، وخد اوضه تاخد الثانيه هديه وكده؟ الحمد لله على السلامه يا هانم. طيب منوره الاوتيل كله يا هانم. ده منور بوجودك ويفيد به وجودي اذا كان وجودي زي عدمه. اي خدمه؟ ايه العمق ده؟ يعني انا بقول لو حابه تغيري عمله فتديني فلوس عشان اغيرها لك عشان التبس. انا اغير عمله واديك تبس؟ الاثنين؟ انت عايزني انا اغير دولارات؟ والله لو حابه تديني التبس بالدولار يبقى كتر خيرك، وكله من ذوق حضرتك، انا بقبل كل العملات. انت طيب قوي. ميرسي. لا بجد طيب. انت اسمك ايه؟ سعيد. انا اسعد. ربنا يخليكي، ولو حابه تدفعي بالفيزا انا جاهز. انت معاك مكان الفيزا يا سعيد؟ ومعايا كروت شحن جميع الخطوط بسعر التكلفه. انت صعبت عليا قوي. اعمل ايه؟ ما هو غصب عني. حب ما تعمل لانك لن تعمل ما تحب. لا اله الا الله.
طب يا سعيد غير لي 10 دولار بسرعه. من عيني. بسرعه يا سعيد، بسرعه يا سعيد. حاضر يا فندم، حاضر. اتفضل يا فندم. لا لسه 10 جنيه. ما معيش فك يا فندم. خدهم بقى من الريسبشن وقول لهم يلفوها على حساب الاوضه عندي. ايوه يعني حضرتك هتدفعهم لي دلوقتي ولا وانت خارجه؟ انا مش فاهم. سعيد، سعيد الاوضه ببلاش، يعني كل حاجه تبعها ببلاش. معروفه. حاضر. مع السلامه. حاضر. سعيد ال 10 جنيه. حاضر. فين؟ رحت فين؟ رحت فين ايه ونيلت ايه؟ ما انا بتلقح جنبك يا دكتور اهوت. يا فندم انا مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم على مخي. اصل انا مخي مشتت ما بين ان عندك ازمه قلبيه او ازمه كلويه. ازمه كلويه ايه ونيلت ايه؟ انت دكتور ولا فرارجي؟ ما تتصل بالاسعاف يجي يلحقني احسن. يا فندم اسعاف مين؟ انت فاهم الفندق ده غلط، دول مش لاقيين ياكلوا، لو معاهم فلوس كانوا جابوا دكتور بدالي. لا حضرتك ما تفهمش غلط، قصدي كانوا جابوا طقم من الاطباء يكشف على جميع النزلاء هنا في الفندق. يا نهار اسود ام نايل، انت تقصد ان هم على الحديده بيلحسوها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه؟ في ايه؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ في ايه؟ لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا 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 اطلع اطلع على الشزلونج كده، اطلع على الشزلونج. لا لا ما تقلقش ابدا ابدا ابدا، احنا كاطباء بنحب نشخص المرض بعد كده نوصف العلاج. حضرتك خريج طب؟ لا انا خريج زراعه قسم خلايا نحت. المهم بقى اهلي. لا لا ما تقلقش باذن الله خير، ما تقلقش. قول لي مش فارس المفروض ورث جده؟ ايوه يا فندم، بس في مصيبه، في وصيه، فارس لازم يتجوز في خلال شهرين عشان ياخد تلت التركه. تلتها يا نهار اسود يا نيل، تلت التركه؟ طب والتلتين التانيين؟ ديون متلتله. ديون؟ طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ده المفروض فارس هو اللي يعيط. اتسحلت مع حضرتك وزمان البوفيه خلص. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما تقلقش هتلحق البوفيه، انا هكتب لك بس على شويه مقويات وفيتامينات تاخدها بعد الاكل باذن الله تمام، وتجي لي يوم الثلاث اكشف عليك تاني وباذن الله خير. يلا 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 قوم 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 عشان تلحق البوفيه. يلا يلا اتفضلي. حلو كده؟ ما كان من الاول مرضيه كده يعني؟ مساء الخير. بقول لك ايوه، لف لي بقى بقى الاكل ده تكوننا. هو فين يا فندم الاكل اللي لفهولك؟ ده انت حضرتك من نظافه الاطباق اكتر من غساله الاطباق اللي في المطبخ. لا في اكل وركز هتلاقي ان في اكل. اكل ده ولا مش اكل؟ لا اكل اكل اكل. الف لها البقدونس يعني؟ يا عم خش هتلاقي اكل من المطبخ بقى. يلا خلص. يلا الصبر يا الله. هي العيله كانت معاكي ولا عازمه حد يعني؟ هيعقل انتوا اللي عازميني طبعا. اصل شايف يعني كوبايه عصير كتير وكده. لا ابدا، اصل انا طلبت من الجرسون المغفل ده قلت له عايزه عصير كوكتيل. تخيل يجيب لي كوبايه واحده فيها كل الفواكه على بعض. عك، وانا اكتر حاجه بكرهها في حياتي العك. امال الكوكتيل بتاع حضرتك يعني بيبقى عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف كده، هو كل فاكهه لوحدها وانا اقلبهم جوه. اه اطلب لك كوكتيل؟ لا 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 مفيش مكان على الترابيزه اصلا لاي حاجه. انا سالتهم في الريسبشن، انت ما سبتيش بطاقه. انا معيش بطاقه. ليه؟ والله انا رحت اطلع بطاقه، خدت الخطوه يعني ورحت اطلع بطاقه، لقيتهم هناك بيقولوا لي عايزين 30 جنيه ثمن الاستماره. انا ما طلبتش استماره، انا كنت عايزه البطاقه فمشيت. قلت مش مشكله يعني، انا كده كده ما بستخدمهاش كتير. طب على الاقل اعرف اسمك ايه؟ حاتمه. نعم. حاتمه الطائي، مؤنث حاتم الطائي. بابايا الطائي سماني حاتمة علشان كان عارف كويس قوي ان انا هطلع كريمة. لا واضح جدا، واضح. تصدق بايه؟ لا اله الا الله. فلوسي كلها ضايعة على صحابي، كلها. انا ما بهتمش بالمادة، اخر حاجة بهتم بيها هي المادة. لا ما هو باين باين. حضرتك ما فكرتيش تتجوزي؟ فكرت. فكرت وبالفعل كنت مخطوبة لشخص قذر. نعم. بخيل، جلدة، معفن، منتن، مقبر. مقبر مقبر. تخيل.
تتخيل كان عايز يديني المهر وانا اللي جاهز؟ المفروض ايه اللي يحصل يعني؟ لا، العرف بيقول ان هو يديني المهر ويجهز. فايه اللي حصل يعني؟ عمل كده بصراحه، ما اقدرش انكر. اداني المهر وجهز، جاب العفش كله، دبهولي عفشي، بعته، اتضايق، سبته مقبر. انت محير نفسك ليه؟ على فكره والله انا لو منك، لو اخر ست في الدنيا ما اتجوزها، والحمد لله ان في ستات غيرها يعني. والله اول مره تقولي حاجه صح، انا حاسس انها ممكن تاجرني انا كمان من الباطن. شفت؟ ايه يا حبيبي؟ لا يا راجل، تكلم جد؟ فاضل 58 يوم؟ ايه ده فاتت 58؟ ميرسي قوي يا سمير، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ما تحرمش منك، شكرا انك فكرتني. الايام بتجري يا اخي. ده لو فاضل 58 ثانية، برضه مش هتجوزها. صح. أنا مش فاهم أنت ليه شايفها بخيلة؟ أمال أنت شايفها إزاي إن شاء الله؟ حريصة. بتعرف قيمة القرش، يعني لما تتجوزه هتحافظ على فلوسه. دي لو خلت معايا فلوس أصلاً. قلبي في الليالي يا معذبوه، جم يحلوها لي، قاموا شنكلوا شنكلوا. قمر يا مستر فارس، قمر. والعروسة الجديدة كمان قمر. ومناسبة سعيدة يا فندم، أنا عملت طبق الفاكهة ده لحضرتك والآليسة حتمة بإيدي عشان خاطر نعلي المود، وبإذن الله نتجوز بقى ونخلص الليلة دي على خير. أستاذ حضرتك يا فندم، هنقوم تاخد مني الطبق وبنفسك تروح لها الأوضة تديها الطبق. حركة شاكة وأنت أبو الشياكة. يا نهار أسود، أنت اتجننت في عقلك؟ أنت عايز مستر فارس بنفسه يروح لها الأوضة ويديها الطبق ده؟ ابننا غالي يا حبيبي. وما يروحلهاش ليه؟ ما رحناش ليه بس يا أدهومة؟ مش خطيبته حبيبي؟ ايوه بقى، ينصر دينك يا متر. يا عم فكت ايه اللي اخدها لها؟ دي شاربه لغايه دلوقتي يجي 10 جراكن عصير، ده غير اللي خدته تيك اواي. يا ساتر عليك يا اخي، بص لها كمان في اللقمه يا اخي، نفسها اتفتحت لما شافتها. على فكره يا فندم، ده قمه الحب. اطلع من نافوخ انت اهو، انا مش هروح لها. انت فكرتني يا اخي، البنك بعت لك جواب بمدينياتك يا معلم، يعني فيها حجز على حبس، خلطه كده مش فاهم بصراحه. برضه مش هروح لها. أنسة حاتم. حاتم مش حاتم؟ ما تفرقش كتير، ده كومبلمنتري من الأوتيل. بكام ده؟ أنت ناوية تبيعيه هو كمان؟ اتفضل خش حطه جوه، حاسب راسك وأنت داخل وكار. إيه ده؟ أنت عندك فرح؟ أنت معلقة باكيتات الشاي كده ليه؟ عشان ما تكمكمش، وبعدين عشان لو صدعت ولا حاجة ألاقي شاي أشربه تاني. لا جديدة. ها ما قلتليش رأيك إيه بقى في الأوض بتاعتنا؟ لطيفة مش بطالة، بس هي فاضية، ما فيهاش أي رفاهيات، ما فيهاش كماليات، سرير فاضية. أول حد يقول لي التعليق ده، غريبة. لا هو الغريب إنك تجيب لي طبق الفاكهة ده بنفسك لحد هنا. في إيه؟ لا يعني كان في ميس أندرستاندينج تحت في الريسبشن، وأنا جاي يعني أصلح الموقف، وبعدين كنت عايزك في الموضوع هنا؟ لا 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 مش لا تحت تحت في الجنينة. هنعمل ايه في الجنينة؟ لا مش قصدي، يعني قصدي في الكافيه اللي في الجنينة. ماشي، مين اللي هيحاسب في الكافيه؟ انا صاحب الاوتيل، وبعدين يعني من ساعة ما جيتي حاسبتي على اي حاجة؟ صح. طب اتفضل انا هحصلك. على فكرة انا صاحب الاوتيل مش ويتر. ساعة وحصل، حاسب راسك وكبر. أقول لك خبر حلو؟ فارس قاعد دلوقتي مع حكمة بيوضبوا تفاصيل الجواز. يا رب يا رب يتجوز عشان خاطر تفوق لي بقى. مين دي؟ لا ما فيش حاجة يا متر، كمل كمل. لا أنا عامل لك خطة 36 على 12 بني برباط محكمة. لا لو بني برباط يبقى أكيد محكمة، أنت مالي إيدك ولا هرف ده يا؟ مالي إيدي إيه؟ ما كل حاجة جاهزة. سه المأذون ستاند باي. حلو. والنهاردة إن شاء الله فارس هيتجوز حد حي أو ميت. إن شاء الله إن شاء الله، قول يا رب. بقول لك أهو. لا تمام. وطبعا قبل ما يقفل عليهم باب السويت
تكون انت يا متر خدت عمولتك. ها ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده عينك دي فيها ايه؟ طب ما انت يا عم هترزق، تروح تقول لها اتجوزيني وساعتها هتقول لك ماشي، هتوافق ان فارس هيكون اتجوز. ماشيه معاك. ومين دي؟ على بابا. واضح ان انا مفضوح. طب مشيت بقى ايدك يبقى مقضيه ان شاء الله. يا انسه فريده، الغلايه اللي في الاوضه عطلانه وانا عايز اعمل كوبايه شاي. اي كوب من التين. غليت ايه؟ انت ليه معادك لحد دلوقتي اصلا؟ ومش الفرح باظ امبارح؟ بيقولوا في جوازه النهارده والمتر غلاب قال لي اقعد، واليوم ب 500 جنيه مش بطال. اي كويس. وشغلك اللي في سفاجه؟ ما هو بيقول لي هيجيب لي العرايس هنا. اي هنا كده تمام. يا سعيد تعالى لي بسرعه. ايه مولانا ناوي يدفع بقشيش؟ بقشيش؟ انه رشوه، استغفر الله العظيم. ايه يا مولانا، هو البقشيش ما بيتكسبش على رجاله ولا ايه؟ مولانا خرمان في كوبايه شاي، اعمله بقى شاي من اللي انا بديته لك امبارح. يا نهار ابيض، ما انت عارفه الشاي ده ما بيطلعش لاي حد. احنا عندنا عزم الاستاذ، احط له كام حبايه منور. سكر، سكر دايت. احب الدايت. حبوب سكر دايت. تمام تمام يا يلا بينا يا مولانا. الى اين؟ هعمل لك كوبايه شاي 50، يمكن تحن عليا وتديني 50 بقشيش. اذا اردت البقشيش ساقول لك ما فيش. هيا. الله يخرب بيتك يا عنديل، كده تعملها فيا تفقعني الزومبا دي وتفلتح. اجيب الفلوس دي منين بقى؟ ده الباشا. يا نهار اسود ومنيل. الو. ايوه سعاده الباشا، انا كويس الحمد لله، بس في خبر وحش عايز اقول لك عليه. قنديل 19 تعيش انت. مات فلسه. ما تقلقش يا باشا، في فارس 19 ده احد الورثه وهو اللي هيسدد الفلوس، بس ربنا يستر ويبقى فاله احسن من كوفيد 19. حاضر يا باشا. بتشتم ليه؟ حاضر، انا هتصرف. سلام يا باشا. يا نهار اسود، اجيب فارس ده منين؟ ادور عليه فين؟ Excuse me, where is the restaurant? Where is the ايه؟ Restaurant. ريستوران؟ عناية يا قمر، نقول لك على الريستوران. ريستوران is not here. ريستوران is in my room. 5252. Come with me, we will restaurant مع بعض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت يا استاذ انت بتعمل ايه؟ Wait here، معلش في حاجة غريبة دخلت علينا. اسكت، انت بتعمل ايه؟ عايز ايه انت يا عم؟ مالكش دعوة بالجست بتاعي. انا ماليش دعوة بالجست بتاعك، الجست بتاعك هيجي عليا ضيق على فكرة. انت بتقول ايه؟ اسكت اسكت. باردون مادمازيل، لا ريستوران is not دلوقتي. ويت ما تشتها ليه؟ حرام عليك. استنى، انت تعمل ايه؟ في طريقه معينه بنتعامل بيها مع الجست. بجد والله؟ ايوه. معرفش والنعمه. ايه ده؟ ده ايه الطريقه دي؟ انت عايز تتعلم يعني؟ عايز تشتغل؟ لا مش مشكله، اديني فكره. بص لو عايز تشتغل انت ممكن تيجي لي انا هنا، يعني الاتش اغ. الايه؟ الاتش اغ. لا حول ولا قوه الا بالله، وجالك منين الاتش اغ ده؟ يا سيدي ده مش مرض. ما طبعا شمس طبعا ورمله. لا اله الا الله، اسكت وافهم. انت شكلك عايز تشتغل، انا عارف وانا هقف جنبك. انت هتجيلي. بص اول حاجه ده مش وقت الريستوران، الريستوران دلوقتي مقفول. امال ده وقت ايه؟ ده وقت الدونس. وقت ايه؟ انت يدفع على حته ربح بقى الدونس. ده ايه الدونس ده؟ اللي هو الله الله ايدي تيتو تغابي ايدي دونس. انت بتضحك على ايه؟ اصلك شبهها. ايه دي؟ اصل انا كان عندي سماعه شبهك كده، تقعد تقول ميك يا 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 يا. سماعه ايه بس يا اخي بقى؟ والله كان شبهك. ده فن، ده فن. فن ايه؟ ايوه الله. يا اخي اسكت اسكت. اصلا شبهك قوي. اسكت وتعلم. يلا. بجد والله؟ والله. ماسيو الى مادموزيل. الله غوندونس. يعني انت عايزنا نتجوز الليله دي؟ ما هو انت لو استنيتي لبكره جاي زعقل واصرف نظر.
بس انت كده فاجئتني. على فكره انا مش متمسك قوي، يعني تقدري ترفضي وتبقى جت منك. طيب انا هاخد مهر 100,000. اوكي مفيش مشكله، شبكه زيهم ما اختلفناش. وطبعا انت شكلك من نوع الرجاله الحمش اللي مش عايز مراته تشتغل، فاديني مرتبي اللي كنت باخده من الشغل. بصي مش حمش قوي يعني، بس هو انت بتشتغلي ايه؟ كنت جاي ادور على شغل يعني، بس الله. كنت هاخد كتير. عادي هديك اللي انت عايزاه، بس خلي بالك انا مش هتجوز من غير فرح، دي ليله العمر اي بنت في الدنيا بتستناها. حقك، احنا نكتب الكتاب واعمل لك الفرح اللي انت عايزاه. يعني ما عندكش مشكله في المبدا؟ لا طبعا عندي مشكله في ايه؟ ايا كانت التكلفه. ماشي ايا كانت التكلفه. طيب حس كده بقى، انت ممكن تشوف الفرح هيتكلف كام وتديني حقي نشف. يا نهار اسود، هو انت مش قلت ان دي ليله العمر اللي بتحلم بيها اي بنت؟ ربنا يدينا ويديك طول العمر. مفيش مبدا يعني. في حاجه كمان، شهر العسل. ماله ده رخر؟ انا كان نفسي اقضي شهر العسل بتاعي في امريكا. الاحلام جميله على فكره، بس انا بقى البند ده بالذات حاطط له خطه تانية خالص. انا كنت مخطط ان انا اسافر جمصه، والرحله دي هتتكلف حوالي 1200 جنيه. تاخدي ال 1200 جنيه ولا تطلعي جمصه؟ طب خليهم 2000 ومش هنختلف. تشخير وجايب لاخر الاوتيل. ايه رايك؟ هم قرصين منوم جابوا دماغه. انت متاكد انه مش هيصحى قبل الفرح؟ مش هيصحى قبل شهرين، يكون صاحبك ملقاش عروسه غيرك، والله لاقين على بعض. فريده، فارس، اي خدمه. مش هتاكل بعقلي حلاوه، والله ولا جنيه هتاخده قبل ما اتاكد من الفرح ده هيبوظ النهارده. حرام عليكي بقى، انا انت هاخد منك فلوس. يا ادهم لازم اعرف المخزون ده رايح فين بالظبط. انت اللي لبستيني الاقراص. غلاب سوبر ماركت. يلا يلا طحن. يا متر غلاب، يا متر غلاب بالعقل كده، ايه اللي هيجيب المأذون هنا في اوضه الشنط؟ كل راح فين يعني يا ادهم؟ انا انفي البوليسيه بتقول انه اختفى بفعل فاعل. مع احترامي لانفك البوليسيه، انا حاسس المره دي وسعت منك. ايه ده؟ انت بتشخر انت صاحي؟ ولا حتى وانا نايم؟ لا كده غلط يا ادهم. ليه؟ لا موضوع الشيخ ده انت شاب، لما تكبر تحصل لك ايه؟ يا فندم ما شخرتش. لا عيب كده. الله بتشخر تاني وانت صاحي؟ والله ما انا. ايه يا ادهم انا مش مصدقك. ثانيه واحده يا فندم، انفك البوليسيه معايا. ايوه شفت، مش انا قلت لك اختفى بفعل فاعل؟ لك صح، انا هصحيه. هو اسمه ايه؟ المأذون. هنسميه ايه؟ باين شعيب ولا عنده ابن اسمه اشعب؟ اشعب او اشعث حاجه كده. ابو اشعب، اصحى ابو اشعب. روكين يا بنات الحبيبه شعيبه. شعيبه مولانا. وحشتني يا ابن الغالي شعبوب. مولانا شعبوب. مولانا وانت يا زوجاتي الغاليه شعبيه. ده البيت كله بحرف الشين. جرده الميه. جرده الميه وزاز بيبس نرجها وفي وشه. حاضر. عشان ده مش هيفوق غير بالبيبس. حاضر يا مرحبا. لا اله الا الله. والله يا مروة المكان رائع رائع فوق الرائع كمان، مخدات ببلاش، بشاكير ببلاش، كل حاجة حلوة. لا بس الأوضة مش ببلاش، بس لو أنت جاية الأوضة محجوزة مش هنختلف يعني. هي يا بنتي الأوضة موجودة 1200، بس يعني شوفي أنت هتدفعي كم مش هنختلف. أنت أختي، أنت أختي، أنت فاهمة يعني إيه؟ والله ما هردلك كلمة إلا هتدفع. أنت لسه ما لبستيش فستان الفرح اللي بعتولك مع الخياطة؟ طب سلام يا مروة دلوقتي، سلام. يا فارس ما لبستوش، ما عجبنيش رجعته لها وخدت الفلوس اللي انت اديتها لها. والله العظيم كنت عارف انك هتعملي كده. ما لازم اعمل كده، لازم. امال هعمل زيك اروح ادفع قد كده في بدله هلبسها يوم واحد؟ صح، المفروض الواحد يلبس في الفرح بيجامه لذيذه كده. بقول لك ايه يا فروس، احنا هنتجوز دلوقتي؟ المتر غلاب بيدور على المأذون، ادعي معايا كده يا رب ما يلاقيه. برضه مأذون؟ انا مش فاهمه بصراحه، انا مش فاهمه، مش قادره افهمك بصراحه. يعني لو انت كده كده مصر تصرف كنا رحنا اتجوزنا في المحكمه وفلوس المأذون دي اديها لنا، انا اولى بيها. اخيرا اخيرا لقيت المأذون نايم ما بين الشنط. والله العظيم يا فارس 3 جهاد الميه، بس الحمد لله يعني الحمد لله. الله يسامحه بقى اللي نايم من المأذون. هو مين اللي نايمه؟ مش وقت الكلام دلوقتي يا فارس، يلا خلي المأذون يكتب كاتب كتاب قبل ما ينام تاني. استنى يا متر لو سمحت، سيب مولانا يفوق على مهله على ما تخطب انا وفارس شويه. تعالى. نعم يا اختي، ما انا مفهمك من الاول ان ما عنديش وقت. هو ده اللي قلقني، هو ده اللي قلقني يا متر. انا مش عايزه اتكروت في اول جوازه في حياتي ابدا، وبعدين مع كامل احترامي انا محتاجه ادرس اخلاقك الاول. اتكلم يا غلاب. اقولها ايه؟ يا حاتمه، يا حاتمه هانم، انا مش فاهم بس ايه اللي جاب موضوع الخطوبه دلوقتي وانتوا في ليله فرحكم؟ يعني غريبه شويه. اتكلم بصراحه؟ اتفضلي. انا شاكه ان
ان فارس بخيل حبتين. هوبا بخيل ده اللي هو انا اللي هو انا. طب ايه رايك بقى ان انا عاصر على نفسك؟ بقول لك ايه، انت عاصر على نفسك كل الفل والياسمين، انت زي الفل، ما تضيعش عروسه مننا. ها وعصبي بخيل وعصبي. معاكي معاكي في عصبي دي، عصبي وهيتعالج وهيبقى زي الفل، وان شاء الله يعني انت هتتجوزها وهي تبقى عروستك. ما تقولش عروسه. بص عليا بص لفوق وشوف عيني. رايح فين يا خلبوص؟ هو انت يا جدع انت ما وراكش غيري؟ الف مبروك يا عم، حتما وافقت انك انتوا تخطبوا بكره وتتجوزوا بعد بكره. يعني ايه؟ هتدرس اخلاقي في يوم واحد؟ انا اللي اقنعتها، بس هجيب لها يعني خاتم سلوتير كده بنسبه الخطوبه. ما انا جايب لها شبكه الماز. لا هي بتقول ان الشبكه حاجه وخاتم السلوتير بتاع الخطوبه حاجه تانية. وطبعا انت وافقت بالنيابه عني. وانت عايز اقول لها انك انت بخيل ونوتي؟ دي هي اللي بخيله وستين بخيله. الله العظيم عارف والبلد ده يشهد عليها، بس هنعمل ايه؟ مفيش غيرها. بص احنا ممكن نعالجها بعد الجواز. لا تتعالج الاول وبعدين نتجوز. بقول لك ايه، انت شكلك كده عايز يخسر 28 مليون. 28 ايه؟ يا عم هما 30 مليون. الله، وال5% بتوعي نسيتهم ولا ايه؟ ال5% مليون ونص. طب والخاتم الالماز والشبكه واللازم منه؟ يعني هدفع قبل ما اقبض. لا اطمن خالص، انا مأمن نفسي كويس، انا همضيك على وساط امانه. اها يخرب بيت دماغك، هو انا يا اما الجواز يا اما الحبس؟ اديك قلتها. لا مش هتجوزها غير لما تتعالج الاول. ممكن اعرف مين حضرتك؟ حضرتك يا فندم انا ده. اوعى ايدك. ايه دكتور امجد؟ مين دكتور امجد يعني؟ يا فندم انا دكتور امجد، دكتور الاوتيل، وتقدر تقولي ان انا شغال هنا بقالي يومين كده. دكتور نفساني يعني؟ بص يا فندم، هو انا تقريبا في الاوتيل ده هلعب كل الالعاب، يعني هلعب شويه نفساني وشويه جسماني. وتعرف فارس منين بقى يا وعيدة؟ دكتور أمجد يا فندم أنا طبيب العائلة، تقدري تقولي كده أنا اللي عالجت كل عيلته، كانت عندهم أمراض عضال وخفوا؟ الحمد لله ارتاحوا قوي وماتوا. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. وفارس يعني ملقاش غيرك أنت اللي تعالجه من البخل ده؟ حضرتك أنا ملاحظ إن لهجتك معايا حادة وفيها شوية إهانة، وده كله مش مهم. أنا بس عايز أفهم من حضرتك، فارس مفهمك إن أنا جاي أعالج مين بالظبط؟ لا هو فارس ما فهمنيش الحقيقة، هو المتر غلاب هو اللي فهمني إنك جاي تعالج فارس من البخل. بص يا فندم، تقدري تقولي إن أنا جاي أظبطكم على بعض، بمعنى أصح أطبعكم على بعض عشان تجيبوا لنا ولدة حلوة كده ونكسب كلنا. ما عندكش فكرة يا دكتور، ما عندكش فكرة، أنا مش مستعدة أبداً أخاطر بنفسي في الجوازة دي. مش مستعدة اتجوز بني ادم بالبخل ده. بخيل. تخيل يا دكتور، تخيل انه مستخسر فيا ابيع الشبكة اللي هو جايبها لي. الشبكة؟ اللي هو جايبها لي. اللي هو جايبها لك بفلوسه. شبكتي اللي هو جايبها لي. ايوه بس بفلوسه. بس بتاعتي. بس بفلوسه. بتاعتي؟ خطيبته جايب لها شبكة. بص يا فندم، هو ده منطق مريب، بس منطق، ما اقدرش اتكلم. انا مش فاهمة فيها ايه. فيها ايه لما تجيب لي شبكة ابيعها استفيد بفلوسها؟ وبعدين الهديه لا ترد ولا تستحدث من العدم، معروفه يا فندم. ده كلام حكماء، ده حضرتك حكيمه. في حاجه؟ ده حضرتك بتبص على حاجه؟ دكتور حضرتك كويس؟ الحمد لله كويس. مرتاح؟ الكنبه دي بحبها قوي. مش على الكنبه. مال قصدي على اللي انت لابسه في رجليك. الراحه بتبدا من القدمين، معروفه. ايوه يعني بصي انا بشتكي شويه من الدوالي، بس الحمد لله هي ماشيه. عندي ليك حته حل، شبشب ابيض مبطن جميل، مقفول من قدام مفتوح من ورا، بيلبس جميع المقاسات. الخامه قطن. الله الله، فده ايه ده فعلا؟ وفي بشكير كمان متر 70 في متر 30 ابيض مبطن قطن. يعني طقم على بعضه بقى، ابقى بتغندر بالطقم. معجون حلاقه. انبوبه معجون سنان. ياه فرشه سنان صغيره كده بيضة عشان تطقمها. انت حضرتك بياعه ولا ايه؟ حضرتك الحاجات دي اجيبها من القاهره؟ لا هي متوفره، هي موجوده هنا. حاجه بقى معاكي من القاهره؟ هي موجوده هنا.
لا موجوده هنا ازاي مش فاهم؟ موجوده في الغرفه هنا. في الغرفه بتاعتك جايباها معاكي بقى؟ لا هي موجوده لوحدها في الاوضه. نعم غرفتك؟ انت قصدك الحاجه اللي في الغرفه بتاعت الاوتيل؟ الغرفه بتاعتي. ايوه بس في الاوتيل. بس غرفتي شاري. ممكن نفكر في الموضوع ده بعدين. ده بتاعي انا. بقى كده يا فارس بجيب لها دكتور عشان تعالجها وتعرف تتجوزها. اتفضلي الشاحن. امسك. انت بتبص فيهم كده ليه؟ هي ناقصه؟ لا ناقصه ولا زايده. طب سيبك من ده. هو دكتور امجد لسه قاعد لحد دلوقتي مع حتمه دي؟ الله يكون في عونه. ده قاعد معاها بقاله 4 ساعات وطلبت غدا 5 مرات. يا ساتر يا رب. وهي بطنها تتحمل كل ده؟ لا ما هي بترجع الاكل وتاخد ثمنه كاش. الله اكبر. عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. هي ممكن تتعالج بجد وفارس يتجوزها؟ والله ممكن. بس اقول لك على حاجه. ايه؟ انت العيب منك برضه. انت لو تلبسي كده لمستر فارس ها وتشيكي له كده ويقول لك صباح الخير يا فريده تقول له صباح النور يا سي فارس. لكن انت في يوم كده هي اللي عامله معاكي كده. اقول لك على حاجه حلوه؟ قول. ابعتي له بوسه على الواتس وامسحيها على طول، قول له معلش ما كانش قصدي، انا كان قصدي سعيد البنمن. اتلم يالا. كدي غزو بيا غزو بيا عشان يتغاظ كده. امشي اطلع بره. خلاص. خليك انت كده بقى في السيلفي اندبندنت وومن وتقعدي تكتبي بوستات على الفيسبوك واللي تيجي تلطف وتعطف تخطفه بعد اذنك. انا مش فاهم بس 5 ساعات بحالهم مع الدكتور ليه؟ عايزك تهدى خالص. انا متفق معاه على جلسه واحده يعالجها النهارده وتتجوزه بكره. خلينا نخلص بقى. جلسه واحده مع حاتمه دي عايزه 5 سنين يا اخي. احنا بخير بقى. لا فهمني، اوعى تكون عايز تهرب زي الجوازه اللي فاتت. اهو دكتور وصل. جود افترنون مستر. جود افترنون مستر. اهلا يا مساتر. يا ساتر. طمنا يا دكتور، حاتمه عملت فيك ايه؟ قصدي يعني انت عملت معاها ايه؟ ياه حاتمه دي شخصيه مرهميه قوي. مرهميه جدا، مزيله لاي تكلف. قصدي مزيله لاي تكاليف يعني. لطيفه خالص. مرهميه وجميله خالص. ايوه مستر فارس. معلش انا اسف بس حضرتك محتاج يعني تحل كيسك شويه. على فكره الكفن ملوش جيوب. انا برضو اللي احل الكيس؟ ده انا كاتب على نفسي وصل امانه عشان اجيب لها الشبكه. عادي جدا يا فندم. عادي، ما دي وليه. هتيجي على حق الوليه؟ مش معقول يا فندم. وبعدين انا مش شايف المهر اللي انت دافعه ده اكسبنسيف خالص على فكره. ده عادي، ده اقل من العادي. والله العظيم انت دكتور بتفهم. دكتور بتفهم. دكتور وبتفهم مع بعض. سبحان الله. يعني كده حاتمه تمام خفت وهتتجوز من بكره صح يا فندم؟ وبشكل حاتم، حاتمه ما كانتش مريضه اصلا. بس للاسف مش هتقدر تتجوز مستر فارس دلوقتي قبل ما نعمل له عمليه بتر. بتر؟ لا ما تخافش، بتر اللي شويه البخل اللي طالعين عندك. على فكره في شويه بخل تحت الباط. يا سلام. طبعا هي اللي فهمتك كده. الحق، ده عنده مشكله في الثبات الانفعالي. تعمل كده. تعمل. بقول لك ايه، بقول لك ايه يا دكتور، انت انا مش فاهمك. انا حاسس انك مش دكتور اصلا، وانت كمان مش محامي، مالكش دعوه بالثبات الانفعالي بتاعي. الحق ارجع ورا، ابعد عنه، ابعد. ده عنده مشكله عقده اضطهاد، عنده بارانويد. بقول لك ايه، ظبطه لنا في جلسه واحده. جلسه واحده بس. انت بتقول له ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، انا بقول له عايزين نتعشى. انا عازم على عشاء مع المحبوب. اوه حضرتك قلت عشاء؟ ايه اللفظ اللطيف ده؟ انت جريت ريقي قوي. معلش بس عندي سؤال كده. اتفضل. هو العشاء هنا بكام؟ انت مال حضرتك؟ احنا اللي عازمينك يا فندم، عازمينك يا دكتور، ما تقلقش ما تقلقش. يا فندم ما انا عارف ان انت عازمني. ده طبيعي، ده الشور، ده العادي. بس جلستي مع حاتمه غيرت جوايا حاجات كتيره قوي، خلتني اشوف الدنيا من منظور تاني. مستر فارس انا عايز حقي ناشف. ناشف؟ بركاتك يا حاتمه. وما تنساش فلوس الديزرت. ايه ده بقى؟ عايزين نخلص جوازه وتخلص. انت متاكده ان كل الشنط دي بتاعتك؟ امال ايه يعني، سالفاهم من الاوضه اللي جنبي؟ بس انت كنت جايه بشنطه واحده وتقريبا كانت فاضيه. احسد بقى شنطي، احسدها. اوعى تكوني بتحطي الاكل بتاع البوفيه في الشنط ديت. هو انتوا عندكوا اكل في البوفيه؟ هو انتوا اصلا عندكوا بوفيه؟
حتمة ايه؟ انت ماشية؟ ماشية ومش هرجع قبل ما تعالج فارس من البخل اللي هو فيه. عندك حق، عندك حق، انا لازم اعالجه. اوعدك يا ميس حتمة ان انا لازم اعالجه. ما هو انا لازم اعمل حاجة صح في حياتي. برافو عليك حتمة. انا عايز اشكرك لأني خلتيني أشوف الدنيا من منظور جديد، منظور أضيق، أحرص، أحقر. لا شكر على وجهك. إيه؟ العفو. شكرا. طب شكرا مفيش مقابل؟ مش علمتك حاجة؟ أستاذة والله كنت متوقع منك الحركة دي. أحلى تفاحة ضربتها من البوفيه عشان تصاحبك في الرحلة. حتمة على فكرة الكنز في الرحلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. يا عم مالك في ايه؟ شكلك كان وحش قوي يا فارس وانت مستخبي. ايه ده، انت شفتني؟ انت عرفت ازاي؟ كاميرات المراقبة. عشان خاطر غلان. هو حد يعرف؟ لا، طمن. الحمد لله. كل الناس عرفت في اوضتي. انت فرحان فيا بقى؟ لا، ده جاي حذرك يا فارس. الراجل بتاع الضرايب ده راجل غلاوي قوي، ممكن يحجز عليك من بكره. يا عم انا اعمل له ايه؟ اتجوز. تاخد الميراث، سدد ضرايبك يا اخي. ودي بعملها ازاي في يوم وليله؟ بيني وبينك صعبه شويه، بس في بلان تو. اللي هي ايه بقى؟ الموضوع ده محتاج انك تجمد قلبك كده يعني. وها كويس انك انت فرداني ومالكش حد ومحدش هيسعى عليك يا مسكين. يا عم في ايه؟ هو انت عايزني، انت عايزني انتحر؟ هات ودك توت. لا والله العظيم يا فارس، بهزر معاك. هقول لك تعال. ايوه لا خلاص واوعدك. يلا يا نهار اسود، اتكل على الله، اسمع الكلام ده اخر حد. تشكر يا فارس بيه. اتفضل ازود بيه. ربنا يبارك لك. والله العظيم السويت بتاعي نور. والله ده نورك يا فارس بيه. تشرب ايه؟ لا مش عايز الحمد لله. ما ينفعش، لازم تشرب حاجه. مش عايز اشرب حاجه، شاربين المر من كعاننا يا فارس بيه. عايز ايه بقى؟ بص انا حلمت لك حلم خير، اللهم اجعله خير. والخير ده لمين فينا ان شاء الله؟ لينا احنا الاثنين طبعا. خير. بص. لا ما بصش، اسمع بس. بص. دول 100,000 جنيه. ما تعدش بقى عشان ما تقلش بركتهم. وال100,000 جنيه دول بتوعي ان شاء الله. عربون محبة. عربون محبة. بس انت عليك ضرايب بملايين. ما هو انت بقى هتقلل لي الضرايب دي وتأجل لي الدفع لغاية مارس. بس الفلوس دي قليلة. هديك قدهم تاني لما تخلص. طب ما تخليهم قدهم 3 مرات بعد ما اخلص الموضوع. والله ما خسارة فيك. استبينا. والله وقعت يا فارس يا نديم. لا، انا استحالة اخد رشوة. ساعة الباشا ده مبلغ الرشوة واقبض عليه. مش كنت هتاخده دلوقتي؟ اخلص، انا استحالة اقبل قرش، حرام على اولادي. يا سلام، والتلات مرات. يا باشا الفلوس دي مش بتاعتي. كل اللي حصل في الأوضة هنا متسجل صوت وصورة. يا نهار اسود، صوت وصورة؟ ما تيجوا نشوف. ايه؟ ساعة ما قلت لك شرب مأمور الضرايب شايب الياسمين وأنت رحت وما رجعتش. ولا شايب النعناع حتى. شوف لي حل. أنا عندي محل في الكربة بيعمل برجر حلو قوي وعايز دليفري. هبعت لك 2. أنت بتهزر يا غلام ده. إيه ده؟ إيه؟ مين دي؟ معرفش. يا عم وقعد تقول لي ابعت لك برجر وعرايس، ما هي واحده اهي. مش عارف دي ازاي دخلت الاوتيل من غير ما حد يديني خبر. اكيد لسه جايه حالا. انت بتسالني انا؟ يلا بقى كلمها وقول لها ان المأذون جاهز. يا عم مش لما نتاكد قوي اذا كانت متجوزه ولا لا. ايه ده شويه؟ ما تقطعش بقى غلاه، ماشيه لوحدها اهي. الله، دي عجبتك بقى؟ بصراحه هي حلوه. ازاي قلقان يعني وخايف تكون متجوزة ومتخلعة مع جوزها وجاية طفشانة منه وتبقى مصيبة؟ وانت هتكلكعها ليه؟ طب اهدى بس، اهدى، انا هجيب لك اخرها. اخرها معايا ادهم. ايوه
انا اللي سكنتها في الفندق، بس ايه بمعجزه والله. ازاي؟ بينما كنت واقف في الريسبشن، لا الريسبشن كده، صباح الخير. صباح النور جدا. الاقي عندك اوضه فاضيه بليز؟ عليك حاجزه؟ لا. طب حضرتك معاكي حد؟ لا. مش مهم تحجزي يا فندم، استاذ حضرتك بس ممكن البطاقه بس اشوفها؟ لا. باسبور؟ معانا باسبور؟ برضو لا. كارنيه النادي وانا همشي الدنيا؟ لا. والله عليك لا سكر، بس الحاجات دي كلها راحت فين يا ست بنات؟ نسيتهم في القاهره. طب اجيب لك حاجه تحلفي عليها ولا اعمل ايه؟ حضرتك يا صعبتي عليا قوي. خلاص انا هشوف اوتيل تاني، باي. لا لا استني يا فندم، قبل باي وكده لا ما ينفعش، حضرتك برضو كيوت و... طب سؤال يا فندم، حضرتك معاكي اسامي الجواز؟ لا انا اصلا مش متجوزه. دي احلى لا فيهم. نعم. قصدي يا فندم انا قعدت معايا واستشرتني، فقلت ازاي اسيب بني ادمه جميله زي حضرتك كده كيوت ساذجه رايحه اوتيل من غير اي تحقيق شخصيه، وتلف بقى على الاوتيلات يقول لك معاكي تحقيق شخصيه، تقولي لا، يقول لك مش تطلعي بره، انت يرضيكي تعملي كده في اختك؟ لا. انا عارف انت هتقولي لا بالظبط يا فندم. فانا بقى بالنيابه عني خدت قرار معايا ان انا اقعد حضرتك في الاوتيل على مسؤوليتي الشخصيه، ويعني لو اترفدت ما تقلقيش انا هاخدني على جنب وراضيني، بس اهم حاجه يا فندم احنا مش متجوزين، احنا سنجل. سنجل. سنجل حلوه الدنيا سنجل. خلصني. ايه ده؟ عدنا بنت اتزان ايه؟ عقل ايه؟ بس مش مهم يعني، هايله 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 لما جميعه. برافو برافو ادهم. برافو ايه يا عم انت؟ ده سكنها من غير ما ياخد منها بيانات شخصيه. يا مستر غلاب يا مستر غلاب، حضرتك المفروض تكون اكتر واحد فهمت انا عملت كده ليه؟ فهمت ايه؟ هو عمل كده عشان اتكلم جد. انت يا ادهم يا نهار ابيض، ادهم بيتغير لك على عروسه؟ انا بحبك قوي يا ادهم. ميرسي جدا يا فندم، بس انا مش عامل زي حضرتك بقى واخد عموله والجو ده. لا احنا هنلقح على بعض يا ادهم، عيب عيب، ده انت ابن ناس ومتربي، هنلقح على بعض. حاضر يا فندم. مش قصدي غلاب. عرفت بقى اسمها ايه؟ عيب يا مستر فارس، انت موقف اسيل 7 سنين في الريسبشن، ده انا فخر غردقه، اسمها سلمى ومش متجوزه. سلمى؟ سلمى. مش متجوزه كمان؟ مش متجوزه وسلمى. سلمى يا سلمى. تعالي يلا، ده انت بجد تجنني. عايز اقول لك حاجه انا. تعالي يلا ما تخافيش اطمني، كلمة مزنوقة عندي. يلا تعالي يلا، ده انت كتير يا جماعة. اسمع بقى، الله، في كلمة مزنوقة في بقي. يلا 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 ادهم، عايز اقول كلمة يا ادهم. سوري مستر غالب، لا اله الا الله. سوري فندم، اتفضل اتفضل. سوري فندم، كنت عايز اقول لك يعني انك انت اخذتك من اول نظرة، ايه يعني خلاص قلتها. يلا يلا يلا. سوري يا جماعة والله بندمج، انا اسف. صوتك حلو، عامل ايه؟ خدتني من اول نظره، سلك لي السكه بقى. لا اسف، ارفض ارفض انط على اي شغل زميل برنس معاك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مش هينفع ما دام هو اللي سكنها لك، هو اللي كمل المشروع. انا متفائل بيك قوي يا ادهم. يا فندم يعني ميرسي جدا على الاطراء الجميل، بس انا ليا وجهه نظر. النوع بتاع سلمى ده بيحب الراجل اللي واثق في نفسه، يخش هو يعمل كل حاجته، يعني عارف حضرتك كده ايه، من غير واسطه. في حاجه يا جماعه؟ اكمل ولا ايه؟ اكمل عادي يعني، من غير واسطه، من غير، عارف كده، ما يبقى في حد في النص ما بينهم، لان الاحساس بيبقى تقول على البدله. يا جماعه انا بكمل كلامي، فهو بيبقى ال سلمى يلا يلا يلا. ايه ده؟ وريني كده، مش شايف انا كده، مش هشوف. ما انا النضاره المعظمه دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اجري هات لي سكينه حاميه بسرعه. ايه ده، هو حضرتك عرفت؟ عرفت ايه؟ والله انا اول مره اكل من اكل الجست، بس انا كنت جعان. بتاكل من اكل الجست؟ مش قصدك على كده، انا قصدك على 500 جنيه اللي خدتهم من الخزنه. وكمان سرقت 500 جنيه من الخزنه؟ ما هي كانت مفتوحه، فانا كنت بقى. روح هات لي سكينه حاميه بسرعه، سكينه كبيره. سطحي. انا سكينه. هي مطوه. مطوه؟ ايوه. ماشي بمطوه في الاوتيل ليه؟ استنى بس. تشو. ده سلاح اخضر. هي دي المطوة بتاعتك؟ ايوه. ماشي. وماشي بيها ليه بقى؟ بيني وبينك الاوتيل مسكون. مسكون؟ ايوه. صوتك ما تعليش صوتك كده. وعرفت منين؟ انا هقول لك، وانا ماشي بلاقي الشجر بيتهز والبيبان
بتفتح وتقفل لوحدها، لما باجي قدامه يفتح امشي يقفل. حاضر، ربنا يشفيك يا ابو حمد. بص، مخصوم منك شهر عشان الجست وعشان 500 جنيه. خلاص خلاص، ولا امشي امشي. مساء الخير يا فندم. تهيألي السكينة دي هتساعدك أكتر. شكرا. إيه ده؟ أنت بتقطعي الأكل حتت صغيرة؟ أنت مالك أنت؟ يعني أصلاً لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي أنا هخلي المدير بتاعك يجي ويرفدك. لا أنا ماليش مدير. أنا مدير نفسي. نعم يا أخويا. فارس قنديل صاحب الأوتيل. وصاحب الاوتيل جايب لي السكينه بنفسه يعني؟ يعني انا ما بعملش كده مع اي حد عشان خاطرك انت بس. ميرسي. بس برضه لسه ما عرفتش انت ليه بتقطعي الاكل حتت صغيره؟ انا بحب اقطع كل حاجه في حياتي صغيره كده. مش معقول. انا كمان كده. ده غريبه قوي. لا لا حول ولا قوه الا بالله، وانا تحت امرهم عشان يقولوا لي لازم تجهز في خمس دقائق. بعدين في الكهرباء اللي الكهرباء نهاري بيها الصبح. ادخل. ايه يا مولانا، انت لسه ما خلصتش؟ خلصت اهو يا سيدي. طب يلا يا مولانا، العريس والعروس قربوا خلصوا غدا. هو انا هجوزهم ولا هجيب لهم الحلو؟ والله انت اللي حلو يا مولانا، انجز بقى. انجز اهو. مبروك يا عم، عقدتك اتحلت خلاص. عقبال ما تتحل عقدتي انا كمان. ايه وتتجوز وتديني تيبس؟ اهو النق ده اللي بيبوظ الجوازه كل مره. لا ما تقلقش يا مولانا، الموضوع المره دي ماشي زي السكينه في الحلاوه. متأكد؟ اي يو ار شور؟ عيب عليك يا مولانا، ده انا سعيد. عمري قلت لك حاجه وحصلت؟ ابدا. شفت بقى؟ يعني اكلم ام العيال اقول لها تجهز العشاء الليله دي. ايوه، خليها تستناك على العشاء، بس ما تحددش انهي ليله. الله ينور عليك، حددت المشكله. يلا يا مولانا بقى، عايزين نفرح شويه. يلا. هو يوم بس يوم بس يوم. هو ايه؟ هو يوم بس يوم. بس خلاص، يلا اتفضل ده. يلا مولانا. انت ليه جاي الغردقه لوحدك؟ بابي مات من اسبوعين. البقاء لله. ما قدرتش اقعد في البيت لوحدي فجيت. طب ومامتك؟ الله يرحمها بقى، يعني ماتت وانا صغيره، بس بابي كان كل حياتي. I'm sorry. واضح كمان ان مالكيش اخوات، والا كان زمانه يبقى معاكي اخ او اخت، مش كده؟ ماليش، لا عندي عم واحد فرح قوي بالميراث اللي بابي سابهوله. انا بكره الناس اللي بتحب الفلوس، بكره الناس الماديه، بكرههم. انت بتصحى كتير ليه؟ انت عيان ولا ايه؟ لا 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 لا، انا كويس، انا كويس، انا مش عايز ولا حاجه. بس ليه ما فكرتيش يعني ترتبطي او تتجوزي بعد ما بابا مات؟ هو مين اللي هيعوضني عنه؟ ها؟ مين؟ مين هيعوضني عنه؟ ما هقول لك، بس على فكره انت ممكن تقولي الجمله يعني بشكل تاني برضه، ممكن تقلي بطريقه، يعني هو مين اللي هيعوضني عنه؟ اه كده. انا ايوه. على فكره بقى، ممكن ربنا يكون جايبك الغردقه مخصوص عشان تقابليني. عارفه ليه؟ عشان ممكن نتجوز. تتجوزني؟ وبسرعه. ايوه بس انا، انت ما بتعرفش عني حاجه. لا بصي، انا عرفت كل اللي يهمني. بتقطعي اللحمه حتت صغيره بتزعقي كده وبتقلبي الحاجات يعني خلاص مش محتاج حد. ايوه بس انا ما اعرفش اي حاجه عنك. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجه. بعد ما تعرفي كل حاجه نتجوز على طول. انا عمري ما شفت جوازه بالسرعه دي بصراحه. على فكره عادي، احنا كده ممكن ندخل موسوعه جينيس، اسرع جوازه في العالم. موت بابا صعب. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجه، بعد ما تعرفي كل حاجه نتجوز على طول. الو، ايوه فارس، انا فكرت في اللي انت قلت عليه ووافقت. لا بس في حاجات لازم نتفق عليها الاول. ما هو مش هينفع في التليفون. بص انا هقولك على المكان اللي احنا هنتقابل فيه. طيب بس البس بدلة الفرح بس وبسرعة. باي.
لا في احلى. فريده بحبك ما بتحبنيش، وانا من غيرك ما بعرفش اعيش، وحبك زي ما نعيش. ما نعيش ايه يا اخي؟ حرام عليك، ده انا كنت خلاص قربت اكل اي حاجه بتمشي قصادي. الفراخ البانيه اللي انت طلبتها. تسلم. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سعيد كل ده عشان ما رضيتش اجيب لك وجبه تانية على حسابي، مش كده يا عم؟ لا خلاص، الحركات دي بقيت متعود عليها منك من زمان. امال ايه؟ حادثه اتوبيس المنيا. بالسياحه؟ اتوبيس مجانين. نعم مش فاهم. شويه مجانين هربوا من عنبر الحياه الخطره، وهم بينقلوهم الفرع الجديد لمستشفى المجانين. هربوا ازاي؟ الاتوبيس عطل فجاه، سهوا الدكتور والتمرجي وخمسه منهم هربوا. ما جابوهمش حد دلوقتي؟ لا لسه مطلوقين في الشوارع. بس انت راست يا رب. الحمد لله ان ده حصل في المنيا ما حصلش هنا. الله اعلم. في ناس شافوا منهم اتنين راكبين اتوبيس البحر الاحمر، فالظاهر هيجوا كده هنا الغردقه يقضوا لهم يومين. هم جايين يقضوا ديوس؟ ما ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ يعني يغيروا جو بدل المستشفيات اللي هم قاعدين فيها ديت. بقول لك يا سعيد، انا مش عايز حد في الفندق يسمع الكلام ده، انت فاهم؟ ليه؟ اوعى تكون انت اللي هربتهم من المستشفى. هربتهم ايه يا عبيط انت؟ انا مش عايز اقول الكلام ده في الفندق ونعمل زعر وقلق ومش ناقصه اصلا. طب اتباع كده ليه الصبح؟ لا ما فيش حاجه. اصل سعيد جايب لي فراخ وحشه جدا، يعني مش عارف، وانا جعان جدا جدا. حتى بالاماره سابها لك كلها. ثلاث ثواني لو بقيتك قصاد يا سعيد هتشوف هعمل فيك ايه. مالك كلها. فريده عم تنيل. ايه الشياكه دي؟ يا سلام يا واد يا فروسه، مقفوله ولا مفتوحه؟ مالي فرحان قوي كده؟ يمكن عشان فوري جت بقى واخد الفلوس. شكلي حلو انا بضحك؟ لا امسك نفسك. الو حبيبتي، والله لسه كنت في سيرتك مع نفسي دلوقتي. اصلك وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انا خمس دقايق وهكون عندك. ماشي بس وقت اتاخر، تعالي بس على الاوضه عشان اعمل لك مفاجاه حلوه قوي. مفاجأة؟ لا طالما مفاجأة أنا جاي حالا. باي. سيدي يا سيدي، إيه الشياكة دي كلها؟ إيه رأيك يا غلاب؟ عريس بقى؟ يعني خلاص أقول مبروك؟ وأمن لي على المأذون من دلوقتي. لا طمن، واخد خبر وفرحان أكتر منك. بس أنت رايح لفين؟ أنت رايح لسلمى، عايزين نتكلم في شوية ماديات كده. حلوة قوي، ما تبخلش عليها بأي حاجة. أنت مهما دفعت دلوقتي أنت الكسبان بعدين. لا لا لا، انا حاسس ان انا احبها، وبعدين الموضوع مش مكسب وخساره وماديات وكده. تصدق بالله نفس فلسفتي في الحياه، مسائل الماديه دي اخر حاجه افكر فيها. والله افتكرت كان في 3000 جنيه مصاريف نسائيه بس كده. لا بقول لك ايه، ده كده هتبوظ المود بتاعي. يلا بينا، يلا نروح لسلمى. ان شاء الله. اتفضل. 3000 جنيه ايه بقى؟ ايه كنت قاعد انت وادهم ورا المكتب بتتودودوا على ايه؟ لا معلش، دي اسرار رجاله ومحرج عليا، ما اقولهاش لجنس مخلوق. خساره يا سعيد، وانا اللي كنت ناويه ادي لك تبس لاول مره في حياتك. قولي والله. ما خلاص بقى، انت مش عايز تقولي كنت مخبيين عليا ايه؟ اتوبيس عطل في المنيا وهرب منه خمس مجانين، اتنين منهم جايين هنا الغردقه. يا نهار ابيض، هقيلك على التبس. تبس ايه؟ مين الاثنين المجانين دول؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. داري الوالد، داري الوالد، مش عايزين البنت فريده تبص لنا في الجوازه. على قول سلمى طوالي. هي اللي نحسانه فعلا؟ هو مش ده مستر فارس؟ هو لابس كده ليه؟ هيكون ليه يعني؟ رايح يصطاد مثلا؟ انت عايز تقول ان هو هيتجوز الليله دي؟ عقبال ما تتجوزي انت كمان يا فريده. مين؟ ربنا هيشيل لك نصيبك، دي بنت حلال والف. هو هيتجوز مين؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. عرفتني ليه مش بحب الورد؟ لا ما هو باين من الرومانسيه بتاعتك طبعا. الله مالوش ريحه. هو انت كنت عايزه ورد بريحه؟ لا خالص، انا اصلا ريحه الورد بتعملي حساسيه. مش معقول، انا زيك بالظبط، انا قلبي كان حاسس. بصي بقى يا سلمى، يظهر ان في حاجات كتير مشتركه بيني وبينك. انت
تشرب ايه بقى؟ لا ما انا مش جاي الضيف، انا فهمت منك في التليفون ان انا جاي اتفق على تفاصيل الجواز. صح. طيب عايزين ننزل بقى نشتري الشبكة. لا الشبكة دي هدية من العريس، أنا ما أقدرش أختارها. إيه ده؟ تتكلمي جد؟ طب على الأقل إديني رينج أتحرك فيه. لا أنا ما أقدرش أحدد تمنها برضه، يعني دي هدية. لا 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 أنت بجد أنت ملاك، أنت كنت فين من زمان؟ بس ملحوقة ملحوقة. خلاص كده؟ لا لسه فيه، لسه فيه المهر والمؤخر. المؤخر ده بقى أنا مش هتكلم فيه خالص، أنا أصلاً ما أقدرش أستغنى عنك، مش شايف حياتي من غيرك. أنا مش هقدر على كده. طب والمهر؟ زيه زي الشبكة برضه ما اقدرش اتكلم فيهم يعني. سلمى انت كده بتحرجيني. لا انا كده بحبك. ايه ده مفيش حاجة. ايه يا بابا مالك؟ بصي خلي كلام الحب والحركات دي كلها بعد الجواز، بس بصي هنبقى حنينين شوية، يعني اهدى شوية كده. يلا بينا بقى، المأذون مستنى. ماشي بس قبلها بس غمض عينك عشان عاملاك مفاجأة حلوة قوي. سلمى بقى سلمى، يعني بصي خلي الحاجات دي بعد الجواز هتبقى احلى. انا يعني انا مستعجل بس بعد الجواز. غمض عينك بقولك. حاضر. ايه ده كده؟ ان انت واقفه في اللوبي فريش كده تحس ان هو عايز ايه؟ سوري فريد، ناس الباي شد عليا جدا. انت بصي عامله ازاي النهارده؟ يخرب بيتك. سوري هو ايه اللي حصل؟ كنسلت الحجز. ناس والله ما اقصد، والله العظيم ما اقصد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. حسن باشا، فين صوره البنت اللي قلتي هتوريها لي؟ بنت ايه؟ انت مالك؟ مالي؟ اهي. متاكده انها هي دي اللي هربت من اتوبيس مستشفى المجانين؟ نعم. المفروض انت اللي هتاكد لي المعلومه دي. طلبنا صور من المستشفى جت مش مظبوطه، بعتنا نجيب صور تانية. صور تانية؟ ده على ما تجيب الصور تانية تكون عملت مصيبتين عندنا في الاوتيل. خلاص هتصرف، طلع لي بياناتها. يا فندم حضرتك موجود وانا اطلع بيانات؟ يا فندم انت بتختبرني. احنا الناس ورواد البونبوني، بقول لك بياناتها. بيانات مين يا فندم؟ البنت دي. اه تصدق الفلتر حلو؟ فلتر ناس. هفردك على بتاعه الفطير اللي انتوا شغالين عليه. اسف فندم. خلاص هو بس للاسف فعلا البنت دي ملهاش اي بيانات عندنا خالص، بس في حاجه انا ممكن اجيب لحضرتك ويلكم درينك عشان كل مره بتيجي ما بتشربش معانا حاجه. يا عدوي. عدوي مين انت لسه هتنده؟ عايز اقول لك على حاجه، انت عارف ان ادهم مسجلها في الاوتيل من غير لا بطاقه ولا باسبور ولا حتى عارفه. اثنين. يبقى انت بقى اللي هربتها من مستشفى المجانين. هي مريضه نفسيه يا فندم. بتاخد كام على الراس يا ادهم؟ راس؟ والله باخد حاجه على الراس. اعترف. حاضر يا فندم. حاضر حضرتك، انا شفتها بنت حلوه ولوحدها فقلت تنفع عروس الفارس بيه مش اكتر والله. بس كمان عايز تجوزها الريس بتاعك؟ ايوه يا فندم عشان خاطر يورس. طب والنبي روح الحقها بسرعه قبل ما تتجوز. طبعا لازم الحقها. حسن باشا منور الاوتيل كله والله، شكل حضرتك النهارده كده رايق وفرحان وسعيد كالعاده. انا حاسس ان حضرتك جاي النهارده تقضي ويك اند لطيف عندنا. عارف حضرتك راجل ذوق ومحترم واخلاق، اوعى تفتكرني بقول لك كده عشان اخد منك حاجه. لا انا عايز 200 جنيه تذكار امشي بيها مكان البطاقه. سعيد بطاقتي ضاعت. قول لي مبروك يا ولا، قول لي مبروك. اه والله العظيم خلاص النهارده فارس هيتجوز وهستلم العموله ان شاء الله واسدد كل الديون اللي عليا. وقول له ماما معلش الاربع شهور بتاعت الجمعيه دول هدفعهم انت عارف. ربنا يخليك. بقول لك ايه، انا قلقان قلقان والله. يطلع لي اسمه زهدي ده يقول لي بقى انا عايز حق في الضرايب في الورث ولا النيله اللي بيعملها كل مره دي. سلامه سمير. شوف انت تقول زهدي تلاقيني قدامك على طول. ابن حلال مصفي غلاب، انا عايز حق الضرايب في الورث اللي انت ورثتوه. والله العظيم لسه جايب سيرتك بكل خير. يا سلام. انا عايزك تطمن، انت بس اتكل على الله دلوقتي تروح البيت. آه. وان شاء الله اول ما فارس هيتجوز ويستلم الميراث. هدي قوي يا غلاب. غلاب اخر كلام عندي، انا عايز حق الضرايب في الورث اللي انتوا ورثتوه. تمام ولا مش تمام؟ ماذا وإلا اللي حسجنك واسجنه. الله استاذ غلاب. نعم انت تاني في ايه في اليوم الاخبر ده؟ عايزك دقيقه. عايز ايه؟ اخلص قول لي. ايدك على التبس ولا زي كل مره؟ يا سعيد انت مش واخد مني 2 جنيه من قيمه اسبوعين؟ يا ساتر 2 جنيه من قيمه اسبوعين؟ دي انا تنتك يا اخي. عينك في عيني كده؟ انا كذاب؟ انا عمري شفت منك حاجه. اخلص يا سعيد، عايز مني ايه؟ اخلص. انا عرفت ان مستر فارس
هيتجوز واحده مجنونه. لا 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 كذاب. بقول لك ايه، المهموس ده من فريده. فين فريده؟ شفت فريده؟ الله يخرب بيت فريده لبيت المهموس. سلام يا عم. يا عم خليك معانا، دي مجنون على خفيف. لا ربنا يعينك يا غلاب بيه، انا عايز حق الضرايب ديليفري. سلام. لا يا راجل والله هتقطع فينا. يا ساتر ربنا غوره في داهيه. ايه ده؟ يلا ايدك. اهلا سعيد. انا كنت عارف من الاول. عارف ايه؟ انا غلطان. ايه النجالين دول؟ انا عايش في مرستان هنا ولا ايه؟ اهم حاجه زفت زهدي ده غرف داهيه. شفت؟ شفت اخره عمايلك؟ كنت فاكرني هسيبك تخوني مع صاحبتي واسكت؟ طب اتجوزتني ليه لو انت بتحبها؟ ولا اتجوزتني وبعد كده حبيتها؟ ولا ما حبيتهاش اصلا وكل ده عشان عينك زايغه؟ كنت فاكرني مش عارف ولا مش بريك عارف ولا ما اعرفش احط نفسك مكاني؟ كنت هتعمل ايه لو خنتك مع اعز صحابك؟ اقل حاجه كنت قتلتني. وانا هدفعك الثمن، هخليك عبره لكل زوج ندل وخاين وعينه زايغه. ايوه يا فندم، وصلت سعادتك صوره البنت اللي بعتها على الواتساب؟ ايوه حضرتك بعتها. جمعه مباركه. ايه يا فندم؟ دي نونه صغيره. انا بتكلم على الكبيره اللي تحتيها. ايوه هي دي. متاكد حضرتك ان دي حلاوتهم؟ حلاوتهم؟ على فكره اسمها سلمى عادي، يعني مش حلاوتهم خالص. مش وقت نفسها البنات، مش عايز اسمع نفس. طيب. يا فندم. لا يا فندم مش ليك لفريده. خطبت مين يا فندم وانا عارف انام؟ نركز في حلاوتهم. ايه؟ هي دي حضرتك اللي كلت قدام جوزها؟ وقطعته حتة صغيرة وعبيته في كيس زبالة؟ يعني حضرتك الدكتور بتاعها قال لسعادتك إن مش دلوقتي، قال لسعادتك إن 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 إنها تعمل كده مع أي حد يطلبها للجواز؟ طيب يا فندم اقفل. فريدة وقعت. عن إذنك يا فندم، عن إذنك. فريدة، فريدة، أنا عملت اللي عليا. لا بص بقى، أنا هقطعك حتت صغيرة عشان ما تبهدلش الدنيا دم. شفت أنا خايفة على الأوتيل بتاعك إزاي؟ بسم الله الله أكبر. إيه ده؟ سلمى؟ صباح الخير. صباح الخير. واحنا اتجوزنا؟ احنا في صباحيه. صباحيه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ مش انت طول عمرك نفسك في صباحيه مختلفه؟ انا ما اقدرش ارفض لك طلب. بسم الله الله اكبر. ايه ده مجنونه؟ هتعملي ايه؟ يا رب يا ساتر. والله وقعت يا حلاوتهم. دي سلمى. سلمى؟ سلمى يا سلامه. اسمها حلاوتهم وهربانه من مستشفى المجانين. انا ما عملتش حاجه، هو اللي كان عايز يقتلني. امسكوها كويس. يا جودة. يا باشا. جايب الممرضين ولا العيال كبرت؟ اللي لقيتهم حضرتك. هنحاول نخليها تعترف على بقية المجانين اللي كانوا معاها في الأتوبيس. على الله بقى يا فندم، المجانين دول ما يطلعوش بنات. إيه؟ ما نفسكش في بنتين كده مجانين يجوا المنتجع هنا يا نمس؟ ها؟ لا طبعًا ما نفسيش، أنا بقيت بخاف من خيالي. بس الحمد لله إحنا جينا في الوقت المناسب. لو كنا اتأخرنا كنا جينا لقيناك كل حاجة لوحديها. الحمد لله. بس دي كيوت قوي. أنا ما كنتش متخيل إنها كده. إيه؟ اتخدعت فيها؟ أنا اللي اتخدعت فيك. أنا هبطل الشغلانة بسببك. مفيش في الغردقة غيرك. ليه يا فندم؟ أنا عملت إيه؟ أنا آسف أنا تعبتك معايا الفترة اللي فاتت، بس متشكر جدا. لا شكر على واجب. جودت! باشا! خده. ثانية واحدة، ياخد مين؟ في حاجة غلط. غلط ليه؟ الساطور في إيدك وفي أوضة البنت. يعني شروع في قتل وتحرش. تحرش؟ آه. مش كنت فضيتها؟ بتعملوا ايه؟ جلسه كهربا. فندم دي هي اللي كانت هتموتني، الساطور كان معاها وانا خدته منها. بقول لك ايه؟ انا كنت فاكرك محترم فارس قنديل، طلعت للاسف حمد الوزير. لا 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 فندم انا مش جودك. باشا. خد يا استاذ حمدي. حمدي؟ يا فندم اسمي فارس.
شكرا سعيد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سعيد. بقول لك ايه، انت متأكد الكرافته العبيطه اللي انت ملبسها لي دي الناس مش بتضحك عليا كل شويه لما بيشوفوني بيها؟ عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه قبل كده وجلدت. ما هو ده اللي قلقني. يعني انت متأكد دلوقتي لما اخش على فريده تشوف الكرافته دي هتنبهر كده وتعجب بيا ونتجوز؟ طبعا، البنات اللي زي فريده بتحب الشكل المطرقع. لبس المجنون. بقول لك ايه، البس النضاره اللي انا جبتها لك. صح، هي اساسا مطرقعه واكيد تحب كمان الحاجات المطرقعه. وانا هبقى مطرقع سعيد. ها مطرقع سعيد؟ يا سلام بقى لو الشورت المشجر اللي انا جبته لك كمان يبقى طقم حكايه. لا الطرقعه مش الدرجه ده سعيد، بس انا حاسس ان مطرقع فعلا، بس مش شايف اي حاجه خالص يا سعيد. ها مش مهم تشوفها بعينيك، المهم تشوفها بقلبك باحساسك. اسالنا انا. انت صح يا سعيد، مش مهم اشوفها بعينيا، المهم اشوفها باحساسي، اشوفها بقلبي وتحس ان انا مطرقع. انا بحبك يا سعيد، بحب فيك ان انت ساعات كده ليك افكار بتبقى نيره يا سعيد. اه والله. سعيد انت ما بتردش عليا ليه؟ سعيد؟ ده انا هطرقع لك طرقعه يا سعيد، وانا غلطان اصلا لما البس دي، انا استاهل اللي يجرى لي يا سعيد. فعلا الحب بهدل. يا اهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الاوتيل كله نور يا فندم. عندكم غرف فاضيه؟ هو احنا عندنا غيرها؟ اتفضلي اتفضلي، هتتبسطي جدا عندنا هنا في الاوتيل. احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد والله. كل سنه وحضرتك طيبه، منوره يا فندم الاوتيل. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. حضرتك اول مره معانا في فندق؟ واخر مره فندم. لا ما تشيلش في بالك. اسمح لك يا مدام؟ أنسة. سوري يا فندم، اسمح لك يا أنسة؟ رئيسة. تمام. رئيس عبد التواب. تمام. عبد صبور عبد صمد. تمام. عبد حميد عبد مجيد. لا ربنا يخليهم لك، كفاية يا فندم خلاص. لا اكتب عبد مجيد بيزعل. هكتب يا فندم عبد مجيد، يبقى رئيسة عبد مجيد عشان ما يزعلش، صح كده؟ لا يا فندم. لا أنا مش عارف أزبلها، هي الهمزة فوق ولا تحت؟ ممكن نكتب اسم دلع؟ جلع؟ واه ده كده هلع. أنا هتصرف، منورانا الست الكل، أنا هتصرف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في حاجة يا أستاذ؟ لا خالص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا فندم منورانا، وتفضلي حضرتك، ده كارت الغرفة مع تحيات فخر الغردقة. مين فخر ده؟ ده يا فندم سائح نرويجي انبسط مني جدا، فدخل على صفحة الفيسبوك كتب أدهم ده فخر الغردقة، فحطوني في الريسبشن. فحضرتك لو انبسطت مني استأذنك بس خش اكتبي أدهم فتى الغردقة المدلل. يا فندم ممكن أترقى في حتة تانية خالص، حضرتك هنا في الفيسبوك وتريب أدفايزر. لا اله الا الله، ربنا يشفيك اكتر من كده وربك بيزيح. زيح؟ هو حضرتك معاكي الشنطه؟ لا مش مشكله، احلى حاجه هنا عندنا في الاوتيل ان البقشيش انت وزمتك. في حاجه يا استاذ؟ لا لا اتنورت يا فندم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، هي الغرفه اللي عطوهاني دي قريبه من الحاجات العفشه اللي بتحصل في الفندق؟ حاجات عفشه؟ احنا ما عندناش حاجات عفشه يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا وراي حضرتك الاوضه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. منورنا يا فندم، منورانا، منورانا يا ست الكل. انا بقول ايه مين برضه فيسبوك ايه اللي تخش عليه؟ يا متر يا متر يا متر، ما يصحش يا متر، عيب، انت الست كنت هتاكلها بعينيك، الله احنا ما بنصدق لها زبون. بقول لك يا ادهم. نعم يا فندم. هي اسمها ايه؟ اسمها الرئيسة. رئيسة؟ اه. مش بطال. مدام ولا انسة؟ انسة. هايل هايل. جايه لوحديها ولا معاها حد هيقرفنا؟ لوحدها. فهمتك يا لبس، فهمتك. هتهزر ليه يا ادهم؟ لا دي المحترم. حاضر يا فندم. سوري يا فندم. هزر ولا ايه؟ بعتذر يا فندم، بعتذر. انا هروح ابلغ فارس حالا، هقول له دلوقتي. تمام يا فندم. يا رب يا رب بقى عقده مستر فارس تتحل، عشان انا عقدتي بعدين تتحل على طول. يا رب. عقده مين اللي تتحل؟ لا ده واحد زميلي، صاحبي، صاحبي بيحب واحده زميلته حلوه قوي، بس هي غبيه خالص ومش حاسه بيه. يا رب تحس بيه. ما علينا، الست اللي كانت موجوده هنا اسمها ايه برضو؟ رئيسه. مدام ولا انسه؟ مدام مدام. لوحدها ولا معاها حد؟
لا معاها جوزها جدا. فين؟ راح الداون تاون بيجيب باكو شاي. ده من قله الشاي عندنا. لا ما هو بيحبه مستورد عم جيتي، هو بيشرب عم جيتي. كويس، بس برضو احنا لازم نخلي راسنا في وسط عينينا. هو انت الامثله دي عارفاها ولا حد بيحكي لك عليها عشان بس ما حدش يتريق عليك يعني؟ ليه؟ لا اصل بتتقال عينينا في وسط راسنا. بجد؟ اه مالكش بقى، المهم نخلي بالنا خلاص. يا رب يا رب تخلي بالك بقى. هاي اتفضلي يا فندم. هي اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. الغرفه نورت، الغردقه كلها نورت يا فندم، الغردقه كلها نورت. استغفر الله العظيم، ما بسلمش على رجاله. في حاجات اهم من السلام. فهمت. خلي والله يا فندم انا اخدم حضرتك من غير اي حاجه. اتفضل. ايه ده يا فندم، انا اعمل بيها ايه؟ ابيعها في الحسين دي ولا ايه؟ لا، سبح بيها، اذكر بيها ربك. ما انا بسبح على ايدي يا فندم. احسن، هات وفرت. ايوه كده، خلينا في الكاش احسن. كتر الله من امثالك. ومن امثالك. استرها يا رب. الحمد لله على السلامة يا أخت رئيسة. طبعا أكيد أنت دلوقتي وصلتي للفندق الملعون. أنت عارفة أنك أمامك دقائق معدودة وحتبقي في زمرة الشهداء الصالحين. أحياء عند ربهم يرزقون. نحن من السابقون وأنتم اللاحقون يا مولانا. اسمعي يا أخت رئيسة، أنا عايزك بهدوء تفجري نفسك في وسط الأوتيل. الفندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطيه. الفندق اللي بيبيع الخمور، اللي بيستقبل السائحات الكاسيات العاريات، اللي بيسهل الدعارة بكل اللغات. والله أنا ما خايفاش غير على أخوي عبد القوي. أنت عارف يا مولانا ملوش حد غيري. ما تقلقيش على عبد القوي، ده في عينينا، إحنا حنعلمه أحسن تعليم. إحنا بالفعل من دلوقتي قدمنا له في مدرسة عثمان محرم الابتدائية المشتركة. يا بخته. بارك الله فيك يا مولانا. بعد هالك وبعد هالك عاد يا رئيسة تمسك كده. شرف الشهادة أغلى من متع الحياة. أيوة جاية. حاضر. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ده كومبليزون من الأوتيل. واه كومبليزون؟ لا الكومبليزون ده يجي بعدين، احنا لسه في فترة التعارف يعني. لا دي هدية، هدية من الأوتيل. ثانية واحدة. اتفضل. ايه ده؟ بقشيش. طب بذمتك ده شكل واحد ياخد 2 جنيه بقشيش. ما انتوا ما بتحبوش السبح. لا حضرتك فهمت غلط، أنا فارس قنديل صاحب الهلومة دي كلها، صاحب الأوتيل. ما تأخذنيش، بس صاحب الفندق جايب لي الفاكهة بنفسه؟ ما هو ده أنا مش بعمله مع أي حد، ده بس مع الناس اللي يكون وشها سمح زي حضرتك كده وأمارات وحلوين. استغفر الله العظيم. اسمحي لي بقى النهاردة إن أنا أعزم حضرتك على كوكتيل في الجنينة بتاعت البيتش بار، نقعد نشرب 2 كوكتيل مع بعض. بار؟ ممكن؟ استغفر الله العظيم. لا لا، كوكتيل عصير يعني فواكه على بعض. فهمت. يعني احنا هناخد الفاكهه دي ونعصرها هناك؟ لا لا لا، هم عندهم الفاكهه بتاعتهم. حضرتك خدي انت الفاكهه دي وعصريها عندك بمعرفتك. كتر خيرك. وخدي كمان حضرتك ال 2 جنيه بقى، ما لهمش لازمه. كتر خيرك. خساره يتفجر ده. مع السلامة مولانا، نورت الأوتيل، مليته سعادة وخير وبركة وبقشيش وتبس.
بالنسبه للتبس بقى ما تشيلش همه، لو ما دفعتوش وانت داخل ادفعه لي وانت خارج. هديك اللي انت عايزه، بس ادعي لي اخرج من هنا على رجلي اي على قدمي. ادعي لي انت يا مولانا، انا بمر بظروف صعبه قوي يا مولانا، والعيشه بره والحلقه ضنك وعليا ديون. خلاص خلاص اتفضلي، المفتاح بتاعكم مشيني من هنا بسرعه. ايوه كده فرحت قلبي يا راجل، والله المكان ده ما هو قيمتك، قيمتك اكبر من كده بكتير. اتكل على الله. الله يكرمك. تيجي على فين؟ راح فين يا مولانا؟ انت عايز تمشي من ورايا؟ هستنى ايه تاني يا متر؟ المره اللي فاتت حطوا لي منوم في الشاي، المره الجايه هيحطوا لي سم وانا ما بحبوش، اي لا اريده. لا المره دي ما حدش يستجرى يهوب لك تاني، ولا ايه يا نسا فريده؟ اه طب خلاص خلاص يا متر، صاحبك فارس ما بينلوش جواز. لا انت بتقول يا مولانا؟ العروسه ظهرت اخيرا. نعم مين عروسته دي؟ الانسه رئيسه. انسه؟ ادهم قال لي انها مدام. بيضحك عليكي، دي ما بقالهاش نص ساعه لسه واصله. ما هي حلاوتها في حموتها. انت متاكد يا متر انه هيتجوز النهارده اي يوم؟ يا مولانا خلاص هنكتب الكتاب وهنعلي الجواب ومش هتدفع الحساب، ايه رايك؟ يا رب يا رب الارباب. كده يبقى ضاع علينا البقشيش. تدعيت عليا ولا ايه يا مولانا؟ متاكد متاكد؟ استهدى بالله كده، اطلع خد دش وكوبايه برتقال وروق نفسك كده. يا رب اللهم اخرجني من هذا المكان على خير. يا رب. هيا هيا منورة يا أنسة فريدة. سيلا كوكتيل مادموزيل. على الله يجي فايدة. بس يا ابني كان بيقول لك ايه؟ لا هو بيقول ان هو ارتاح لك قوي يعني. لا انا ما قلتش كده، انا بقول على الله يجيب فايده يعني. يلا روح روح شوف وراك ايه. يلا والله الحقيقه الاوتيل كله ارتاح لك يا انسه رئيسه. والله ده احنا هنريحوكم كلكم. نعم. ها لا ايه لسه خايفه برضو يكون في خمره؟ لا جواف على منجا. على شويه كحول خفاف كده. واه لا لا بهزر معاكي بهزر معاكي. برتقان برتقان اهو. برتقان وفي فراوله كمان. ايوه فراوله. بتبص على ايه؟ امال فين الكاسيات العاريات؟ نعم يعني فين الحريم اللي لابسين لباس البحر؟ لباس البحر؟ انا اعرف كلب البحر، انما لو مؤاخذه لباس البحر دي ما اعرفهاش. يعني فين الحريم اللي بيلبسوا لمؤاخذه المايوهات؟ لا ما احنا عاملين هنا نظام للاوتيل، الرجاله بينزلوا لوحدهم. والحريم؟ لا ما هناش في اول يومين دول، ما فيش حريم في الاوتيل غيرك. يعني لا منكر ولا كاسيات عاريات. هو حضرتك جايه تبوزي عندنا؟ جايه تفقدي عندنا يعني؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا. على فكره احنا اوتيل محترم يا انسه رئيسه. الظاهر كده فعلا، فندق محترم يا استاذ فايز. لا مش فايز، فارس. عايزه تفتكريها؟ فارس. بصي بقى بصراحه اخلاقك الجميله دي شجعتني ان اقول لك على حاجه حلوه قوي. اتفضل خير. تقبلي تتجوزيني؟ هو في ايه؟ انت بتبصي على ايه؟ حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه هو في غيرك؟ انت بتقول لي انا الكلام ده؟ ده انا واصله ما بقاليش ساعه. لا ما احنا يعني احنا هنتخطب الاول وبعدين نتجوز كمان ساعة. أخش دنيا؟ ده أنا جاية عشان أخش آخرة. أفندم؟ معذرة، أصلي ما بفكرش في الجواز واصل. معقولة؟ معقولة واحدة في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ أنت بتبصي في... أنا بقول لك أنت. بتقولي أنا؟ بس الدنيا دي ما فيهاش حاجة تستاهل إن إحنا ندخلوها غير الجهاد في سبيل الله. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهد برضه وهنخلف وهنجاهد ونخلف نجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم كل ده جهاد اهو. ما عرفاش اقول لك ايه. انا هدفع 100,000 جنيه مهر و100,000 جنيه زي يوم مؤخر و50,000 جنيه شبكه. واه هتتجوزني بربع مليون جنيه؟ ايه قليلين؟ خلاص خلاص نخليهم نص مليون جنيه. واه واه ايه مالك؟ واه الجوافه فيها خمره؟ الجوافه؟
في اختي من الجوافه ولا ايه؟ لا ممكن تدينا فرصه افكر. ايه؟ قصدي يعني افكر. ماشي خدي راحتك على الاخر، انا هديك نص ساعه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا بشاينا وناس شاينا، منور الدنيا كلها يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الرشاقه دي؟ الله الله. شكرا شكرا، انت ترغي كثيرا، لماذا كل هذا الرغي؟ احنا في عيد يا فندم النهارده، انا اول ما شفتك قلبي انشرح لك. ايه الجمال ده؟ شكلها هتصهلي معاك يا سعده ولا ايه؟ السلام عليكم. تحياتنا هي السلام كما ترى. ايه مرت الكمبر ده؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها. أنا فعلاً من نورت الكومبات، ولكن أنا قريب سب زيرو. نورنا يا فندم، نورنا. سعيد، أنت جايب لنا سلاح من الصين؟ يعني أنا كنت جايبه من بيتنا؟ أيوه، بس هو في صيني عنده شنب كده؟ يعني مفيش رجالة شنبات في الصين. طب ماشي يا سيدي، الأطوال دي موجودة في الصين؟ آه، ما في سور الصين العظيم. أيوه صح، أنت بتهبد يا سعيد، اسكت خالص، اسكت. يا فندم حضرتك نورتنا ونورت مصر ونورت الغردقة ونورت القاهرة. القاهرة، يا سلام. القاهرة ونيلها، وليلها وطول لياليها. أنا أخب مصر كتير وخب عمرو دياب. هذه فراسة أهنيك عليها، والله لا أخبك موت وأخب برج الخوت. الخوت صح؟ الحوت يا فندم. يونج يونج. شفت وقعنا بقى. يونج يونج دي أنا فاهمها إزاي؟ أنت بتفهم صيني؟ ما أنت عارف الصيني بتاعي مكسر. طب بيعرف يتكلم إنجليزي؟ ما أنت عارف الإنجليزي بتاعي متدمر. يعني أنت مش عارف أي حاجة خالص؟ لا عارف. إيه؟ شكله كده جاي يشرب حاجة. أنت صح، الراجل خد الطيارة وشنطته وجه لغاية هنا عشان قادر ياخد القهوة بتاعته عندنا. ده أنا هعيط منك بالدموع. دموع دايما دموع دموع دموع. انت خيب محمد بحر. عذرا هذا حماد هلال. وهنئك هذه فراسه منك. يونج يونج. لا انا مش هفهم يونج يونج دي. طب انا هتصرف. علوي مين؟ تعال عدو. ايه مش انت مش كنت مصاحب واحد صيني في الفجر؟ في ايه؟ ما هذا؟ اتربون عدوي هنا؟ نعم نربي عدوي هنا، ولكن هذا من النوع الشرس، ممكن ان يهبش في الزبون. لا انه لا يهبش في الزبون، انه اليف جدا. عدو انت مش كان ليك واحد صاحبك صيني في الفجر اللي فات الصيني؟ اه الله يرحمه، مات في عز شبابه والله. كان مات عنده كام سنه؟ 101. لا فعلا في عز شبابه. ممكن تشوف الراجل عايز ايه يا جدعان؟ انتوا صدعتوني. في اوضه سنجل ولا اتجنن عليكم؟ ده صيني من الطلبيه؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها. انا كنت اعيش في الطلبيه وفيصل والاماكن الضحله. اذا نعرف نتعامل مع بعض. حضرتك الغرفه عايزها سنج سنج ولا دونج دونج؟ دونج دونج. مام مام ولا بح بح؟ بح بح. دفع دفع كيف كيف؟ دفع دفع فيش فيش. انه يقصد طريقه الدفع، فيزا ولا كاش ولا شيك شك شوك. شيك شك شوك. انا لا افهم شيء من هذا العدو. عذرا عذرا، انت بتدخل انت عارف تتكلم صيني يا ابني؟ انت اسكت انت. اتفضل يا فندم. كارت كارت. شكرا شكرا. عفو عفو. اوضه اوضه. وصل وصل. هري هري. غريبة ان هو فهمنا. معقولة؟ معقولة واحدة في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ أمال لو كان شافك من غير حجاب يا رئيسة كان قال إيه؟ كان اتجنن. واه بعد هالك يا رئيسة، كلامه الحلو نساك البلوة اللي أنت لابساها ولا إيه؟ فندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطيه، الفندق اللي بيبيع الخمور، اللي بيستقبل السائحات الكاسيات العاريات، اللي بيسهل الدعاره بكل اللغات. لا ما هناش في اول اليومين دول، مفيش حريم في الاوتيل غيرك. امامك دقائق معدوده وهتبقي في زمره الشهداء الصالحين. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهر وهنخلف وهنجاهر ونخلف ونجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم، كل ده جهاد. ما تقلقيش على عبد القوي، قدمنا له في مدرسة عثمان محرم الابتدائية المشتركة. أنا هدفع 100,000 جنيه مهر، و100,000 جنيه زي يوم مؤخر، و50,000 جنيه شك. واه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرأيك يا أخت رئيس؟ أنت لسه عايشة؟ أنت ليه ما فجرتيش نفسك لحد دلوقتي؟ أصلي ما شفتش عنديهم لا خمرة ولا كاسيات عريات. ما هو انت مش هتلحقي تشوفي كل ده في ساعة واحدة، كل ده جاي في السكة، اتكلي على الله يلا وفجري بسرعة. أنا أصلي أول مرة أفجر، خايفة قوي. يا أختي رئيسة ما احنا شرحنا لك، الحكاية سهلة خالص في خطوتين. أول خطوة هتقتحمي، الخطوة التانية بهدوء تدوسي على الزر، تلاقي الدنيا اتفجرت زي الفل مفيش حاجة. صح والله. إذا كانت الحكاية سهلة كده
تعال انت البس الحزام ودوس. وبعدين بقى انت هتخليني اغير رايي فيك يا رئيسه ولا ايه؟ هو انت فاكره ان الجنه ببلاش؟ خلاص هفجر. سلام. في امان الله. الو استاذ فارس، انا موافقه على الخطوبه. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، يا اهلا وسهلا، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد فعلا. يا اهلا بمنتجات الصينيه والالعاب الصينيه والناس الصينيه، بنسمع دايما عن كرامكم واخلاقكم، نفسي نشوف حاجه من الحاجات ديت يا فندم. يا كفى كفى يا اخي رغيا، لماذا ترغي كل هذا الرغي؟ فلتذهب الى الجحيم كي انام. اريد منك طلبا صغيرا. وما هو هذا الطلب؟ كنت اعاني من النحافه منذ الصغر، إلى أن تم اكتشاف دواء فعال في الصين، دواء مدهش، دواء مبهر، دواء منجز. أرجو منك أن تحضره لي. ولماذا نحضره من الصين وأنتم عندكم الحل الباهر؟ ما هو؟ مربة خرز البقر. هذا تحوير أنا أفهمه جيداً. أنا صايع بحر، أنت تحور من أجل التبس، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي. برا برا بلا أولاد الأبلسة، انتوا واكلينها ولعه، ده المنتجع شغال. ماشي يا فارس، انا هحصر كل الاموال اللي داخله وخارجه من هنا، لو بعد 20 سنه هتجيب الفلوس. معلش يا فندم، الاقي مربة خرز البقر فين؟ في اي زريب البقر. برا. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور، والله قمر بدر منور. كتر خيرك. عارفه والله لولا قلبي اتفتح لك ما كنت جيت لك من وراهم ابدا دلوقتي. خير ان شاء الله، اتكلمي. سمعت انك هتتجوزي مستر فارس، فقلت اجي احذرك. مفيش ست بتيجي هنا الا لما يقول لها انا عايزه اتجوزك وتوافق. ساعه ساعتين والله ما بتكمل الثالثه، اول ما بتعرف حقيقته تاخد بعضها وتجري. ما فاهماش تقصدي ايه؟ يعني ايه تعرف حقيقته؟ ما انا جاي احذرك من ايه؟ من الاخر كده؟ مستر فارس بيمشي وهو نايم. واه وماله؟ هي دي يعني حاجة عفشة؟ طبعا عفشة. انت مش هتبقي مراته؟ هتبقي نايمة جنبه؟ مش خايفة لو يغزك بينفك كده ولا بسكينة كده ولا يخنقك وانت نايمة؟ صح عندك حق، بس أنا ما خايفاش، هبقربطه في السرير. أربطه؟ طب بصي بقى، ما وقفتش على كده وبس. من الآخر صاحب كاس وماله، ربنا يهديه. طب خدي عندك التقيلة، مفيش ست فيكي يا غردقة إلا وعدت عليه. إن شاء الله بعد الجواز ربنا يهديه. بطل أنت مستبيعها بقى بعد كل اللي قلتهولك ده، مش خايفة منه؟ واه ما أنت كمان ما خايفاش منيه وعايزة تتجوزيه، صح؟ أنا؟ ما حصلش. مين قالك الكلام ده؟ المتر غلاب قال لي خلي بالك يا رئيسة، فيه هنه واحدة اسمها فريدة بتحب الأستاذ فارس وحتموت عليه، بس هو مش مستعنيها يا كبدي، وكل ما يجي له عروسة تطفشها بقى كده. طب والله لو وريه مين؟ فارس ولا غلاب؟ التنين. لا خليك في غلاب، مش هسمح لك تمسي شعره واحده من فارس خطيبي. ابقى خطيبك خلاص؟ بتقولي حاجه؟ ما بقولش. ممكن امشي؟ اتفضلي. اذنك. اذنك معاكي. الشملوله المعدوله. مش هتعرفي تخلعي الحزام، ولو ما فجرتيش نفسك بنفسك الحزام هيتفجر تلقائي بعد 12 ساعة من دلوقتي. يا دي الواجع المطير الطير، الله يرحمك يا رئيسة، ما فاضلش غير ساعة زمن واحدة بس. واه قطعنك يا زعفران، ما لقيتش يعني غير الرنة دي وانا كنت يعني ناقصة. الو أستاذ فارس؟ أستاذ؟
معقولة نبقى مخطوبين وتقولي لي أستاذ؟ معلش لساني ما مطوعنيش أقول غيرك ده. وأنا كمان بصراحة بقى قلبي مش مطوعني نفضل مخطوبين لغاية دلوقتي. بقولك إيه؟ المأذون عايز يجوزنا خلال ساعة من دلوقتي. إيش عجب يعني ساعة؟ أصله بصراحة عايز يروح لمراته. وكمان أنا مش هلاقي مأذون غيره. حاضر. خمس دقايق وحجيلك. نتقابل في الوسعاية اللي جار الفيتش بار. لا 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 لا، أنا اللي هجيلك. ها؟ أيوة متر، أنا كلمت ريري خلاص. رئيسة يا عم، بقولك إيه، كاتب الكتاب النهاردة. آه عندك حق، الخطوبة طولت قوي. أنا عايز فرح ما حصلش. ماشي، طب يلا يلا بقى أحسن جاي عليا إيه؟ ماشي. ترغيش بقى. ريري وحشتني قوي. أنا ريري وتوحشتني؟ كتر خيرك. طبعا ده أنت قمر. إيه مالك؟ ماسكة بطنك كده ليه؟ لا شوية مغص. لا ألف سلامة عليك. بصي إحنا نكتب الكتاب وأجيب لك دكتور عشان أطمن عليك. أنا ما عارفاش، أنت مصمم على موضوع كتب الكتاب ده؟ ومصمم على الدخلة أكتر. بس أنا مش جاهزة. لا ده كل حاجة جاهزة، والمأذون زي ما قلت لك موجود ومستني. بس أنا ما فاهماش، يعني أنت كيف خليته قاعد هنا في الفندق؟ أنت كنت عارف منين إني جاية؟ شفتي بقى؟ قلبي كان حاسس. بصي يا رئيسة، أنا بصراحة مش عايز أكذب عليك، أنا عايز أعترف لك بحاجة عشان بدأت أحبك. تقصد إيه؟ أصل أنا لازم أتجوز خلال 55 يوم وإلا هيضيع عليا ميراث جدي. آه، يعني أنت هتتجوز عشان ميراث جدك؟ بس أنت مش عارفة دول كام؟ كام؟ 30 مليون. أباي 30 مليون جنيه؟ آه، ناقصين يعني عمولة المحامي اللي هي 5%. يعني أنا هتجوز واحد عندي 30 مليون جنيه رايح منيهم عمولة المحامي في داهية. احنا هننبر من دلوقتي يا ستي، لسه ما بقوش معايا، بس إن شاء الله هيجوا يعني. وأنت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي وما فضلش غير 47 دقيقة. 47 دقيقة على إيه؟ بص أنا كمان عايزة أعترف لك بحاجة. لا ريري، أوعى تصدميني. لا أوعى تكوني بتحب حد تاني. ده حد تاني إيه بس؟ هو ده وقته. أمال في إيه بس؟ واخ؟ مالك؟ ماسك راسك كده ليه؟ مش عارف، حاسس إني دايخ وعايز أنام. الحالة دي بتجيلك كتير؟ لا 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 ما تقلقيش. أقول لك إيه، أنا جامد جدا. واه فارس يا أستاذ فارس، أنت هتنام من دلوقت، أمال لما تتجوز هتعمل إيه؟ أنا هفضل جنبك لغاية مستر فارس ما يتجوز. أه أنت لازم يكون في حد جنبك وأنت بتمتصي الصدمة، وبعد كده نفوق بقى. ها نفوق إن شاء الله. بقول لك إيه؟ أنت آخر مرة خدت فيها إجازة إمتى؟ يعني السؤال ملوش أي ثلاث لازمة خالص دلوقتي، ولكن أنا مستحيل مستحيل اخد اجازه طول ما انت موجوده. انت موجوده انا موجود عشان خاطر احنا عندنا كام فريده يعني. طبعا. اه شوف شغلك. حاضر هشوف شغلي. يا اهلا وسهلا بالكليب وناسها، يا مرحب بالدينار والريال، منور يا فندم منور. الباشا هندي باخد بالروبي عادي مفيش مشاكل. هندي مصري. يا اهلا بالسياحه الداخليه، امال فين الشنط يا فندم؟ انت مين يالا؟ انا البلبل. بلبل بل بل ايه؟ اخلص. انا سعيد البلمن. سعيد البلمن؟ ده زي سعيد الهوا. انت اسمك ايه؟ شغلتك ايه؟ انا شغلتي سعيد واسمي البلمن يا فندم. اسمك البلمن؟ اه. عايز ايه؟ انا جاي استقبل حضرتك يا فندم عشان ابقى مع حضرتك طول اليوم من اوله لاخره. سعيد. ايوه. بقك ده يلزمك؟ أوه. يبقى اسمع الصمت. يا فندم مين فيكو فارس قنديل؟ مين السؤال؟ مين فيكو فارس قنديل؟ انت اللي مين وعايز ايه؟ انا اللي مين؟
مقدم حسن البنهاوي المباحث العام. مباحث؟ ما دام مباحث اسأل براحتك يا باشا، مش تقول يا سعيد ان الباشا مباحث. والله ما كنت اعرف، انا كنت فاكره سياحه داخليه، ما اعرفش انه ضابط في الداخليه. سعيد هندي ها؟ احنا اسفين جدا يا فندم، مستر فارس قنديل للاسف مش موجود النهارده دلوقتي، بس احنا ممكن نبقى مكانه عادي يعني. يعني هو هنا ولا مش هنا؟ انت شايف ايه؟ شش. ايوه جات لنا اخباريه ان في عمليه ارهابيه هتتم في الاوتيل النهارده. عمليه ارهابيه؟ انا يا امه هنا في الاوتيل؟ امال في البيت يا فريده؟ يا فريده انت ليه الكلام بيوصلك متاخر؟ بتاكد بتاكد انت كل شيء متاكد يا فريده؟ اه من حقي. لو سمحتوا حلوا مشاكلكم بعدين. سوري يا فندم سوري. احنا وصلنا ان في حد من النزله. ايوه يا فندم. هيفجر نفسه بحزام ناس. لا ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انت؟ لا والله مش انا. انت؟ لا والله من انت؟ مش والله من. لا اي حد من النزل هيفجر نفسه هنا انا مش هقدر احميه. ايوه انا لسه ما وصلتش لشلتر التفجيرات. تفجير؟ لا لا. مين ده؟ ده الجهبذ بتاعنا دكتور الاوتيل ده. ما انا شاكك فيه ليه؟ احساسك في محله. انا شاك فيك يا فندم. ده امجد يا فندم. هو حضرتك عرفت يا باشا؟ انا الماضي نسيته من زمان وبعدت عنه. والله العظيم بحاول اتغير يا باشا. انا دبت والله. وبعدين يا باشا لو حضرتك عايز تاخدني معاك انا تحت امرك. انا تحت امرك يا باشا. ايه يا دكتور؟ ايه؟ الله ما تنسى شويه، انت دكتور محترم يا اخي. شويه ثبات انفعالي. بعد اذنك تعال هنا. ايه؟ رايح فين؟ انا اصلا كنت مقدم على اجازه 7 سنين مفتوحه، بس هروح اخدها وارجع على طول. طالما حاولت الهرب يبقى انت مشترك في الجريمه. والله العظيم ثلاثة انا مشترك في اي حاجه غير ان انا واقف في الريسبشن مع الاخت دي مش اكتر يا فندم. انا سحبتها يا جماعه يا جماعه. ركزوا معايا. ركز يا باشا ركز. ركزوا معايا. حضرتك بتوطي صوتك وتعلي فجاه ليه؟ اصل انا بتخض يا فندم. طريق اتفضل. احنا عايزين قايمه. ايوه بالنزلاء في الاوتيل. احنا في صراع مع الوقت. ايوه فندم. في صراع مع النفس. ايوه فندم. في أيوة. انا مش مطمن. ليه بس يا باشا؟ حضرتك مش فاكرني؟ انا هو انا ده. كانش وقته تنام دلوقتي. واصل اعمل ايه بس يا ربي؟ فارس يا استاذ فارس يا فارس بيه. وبعدها لك عاد بعدها لك عاد. قوم قوم. سلامتك من الخضه يا حبيبي. ايه ده؟ انا فين؟ انت هنا في اوضه النوم. احنا خلاص اتجوزنا؟ يا ريت. امال انا هنا في اوضه النوم بعمل ايه؟ اصلك نمت مني فجاه، فانا قلت في عقل بالي اكيد البت الغلاويه دي حطيت لك حاجه علشان ما تتجوزنيش. فريده؟ ايوه هي المعدوله. علشان كده قلت اجيبك هنا ونشوف هنعمل ايه. نعمله ايه في ايه؟ هي دي اوضتي ولا اوضتك؟ لا دي اوضتي انا. مرحبا. اوضتي ليه طيب؟ يا عيب الشوم ما يصحش. وبعدين في اوضتك هيعرفوا احنا فين. واحنا بنستخبى منهم ليه؟ معرفش، بس انا قلت يعني نقعد ونشوف هنعملوا ايه. اه نعملوا ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي مكتف ايدي ورجلي كده؟ مين اللي عمل كده؟ انا يا حبيبي. مبسوط؟ جاوي. لا يا ايه؟ معلش يا جماعه انا اسف غصب عني بتطلع بشكل لا ارادي. يا جماعه اي حد هيتعور من الانفجار انا مش هقدر اعالجه. ايوه انا اقدر اعالج انفجار معوي، انفجار زي ده، لكن انفجار حقيقي لا. ابوس راسك اسكت شويه. الدكتور اللي جاي مريضنا ده يعني معقول اموت متفجر وانا لسه ما خدتش تبس؟ سعيد هندي ايه ده؟ هو مش يمكن الارهابي ده موجود في اي اوتيل تاني حضرتك؟ حضرتك بقى اللي عارف الارهابيين بينزلوا في اي اوتيل. ما تخليكي في نفسك يا فندم. استنى. ايه والله ما عملت حاجه. ارجع. حاضر. مش انت وانا بخليك تركن. ارجع بالصوره. حاضر. انا اسف انا مش فاهم غلط. انا اسف. دي صوره واحده سابت حضرتك. عجباني. انت بتدخلي في شغل ليه؟ في يا جماعه؟ لعلمك بقى اللي هيفجر الاوتيل واحده ست. ايوه ما هي تقصد كده برضو. يعني هو من قله الرجاله حضرتك؟ قله الرجاله ايه؟ يعني ايه بقى؟ مالهم الستات ان شاء الله؟ احنا بنتخانق مين اللي يمسك مصروف البيت؟ في ايه؟ معلش يا بس ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. انتوا ليه مش مدركين ان في حد ممكن يفجرنا في ثانية؟ انا مش بفرج الباشا على فيديوهات تيك توك. ممكن تسكتوا؟ شكرا. عارف يا فندم عليه احنا خالص. معلش يا ادهم معلش. اتفضل. ما
مش صور الرجاله دي بيقول لك ستات لا 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 دي قله ذوق، دي بتدخل في شغلي. ايه يا جماعه بقى، هي مش مكبره ولا حد فينا، ما حد يتكلم هيرد عليها بقى. هو حضرتك متعصب عليا كده ليه؟ اهدي يما شويه احسن، يقبض عليكي مكان الارهابيه ويخلصنا منك. مش جايز تكون الست الارهابيه دي متنكره في صوره راجل. بس استنى يا بابا، رجع الصوره دي. حاضر. ايه ده يا بابا؟ صوره ايه حضرتك؟ دي مستحيل تكون هي الارهابيه، مستحيل. ليه مستحيل يعني يا فندم؟ عشان يا فندم يعني اتمنى لو حضرتك تسمح لي، يعني دي خطيبه مستر فارس صاحب القريه، فعشان كده بيقول مستحيل، بس حضرتك تشوفه طبعا. طب ايه رايك بقى حضرتك ان انا نفس الصوره اللي معايا؟ رئيسه؟ هي اسمها رئيسه؟ الله اكبر، ظهر الحق. انت فرحانه ليه؟ الجوازه باظت. الجوازه ايه دلوقتي؟ بيقول لك هتفجر نفسها وهتموتنا كلنا مفرقعين. طب يا جماعه ما تعرفوش هما فين دلوقتي؟ فارس بيها تيجي على البيتش. يا جماعة في بنات واقفة معانا، عيب كده. لا يا فندم، البيتش اللي هو الشط، سيم سيم يعني. طب يلا بينا يا جماعة على البيتش، اتفضلوا. لا والله. اتفضلوا. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل. أنا عايز أفهم، أنت ربطتني ليه أصلاً؟ أصل البت المعدولة اللي اسمها فريدة، قالت لي إن أنت بتمشي وأنت نايم. صدقتيها؟ لا طبعاً. ما صدقتهاش وانا عبيطه؟ امال كتفتيني ليه يعني؟ زياده احتياط؟ لا بصراحه انا خدت منيها الفكره. يعني قلت بصراحه انا خايفه بعد ما اقول لك اللي عايزه اقوله لك ده تسيبني او تدور فيا الضرب. ادور فيك الضرب ازاي؟ ده انا متكتف اهو. وعد؟ وعد؟ قولي بقى. ذنبك على جنبك، انا حذرتك. ها؟ انا حذرتك. لا 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 لا، انت بتعملي، استنى بس، استنى. طب فكيني الاول. استنى بس، استنى. لا لا، انت مش فاهم حاجه. لا لا فاهم، ده انا فاهم. بقول لك ايه، ده انا فاهم كويس قوي. بصي فكيني بس، هتلاقي حصان في الاوضه. بقول لك مش فاهم حاجه. طب ها ايه ده؟ انت بتصوريني؟ بصورك ايه؟ ده حزام ناسف، حزام ناسف. عايز انضباط، مش عايز تهريج جو. انا هتصور سيلفي مع القنبله ما بحبوش. الحزام الناسف ده خطير جدا، ممكن ينفجر في اي حته ويقطع اي جته. فاللي اقوله يتسمع. تقدم تقدم، انبطح انبطح، تقهقر تقهقر، عشان لو حصل ان انا وانتوا وبراحوا فين؟ تقهقروا يا فندم. تتهزر؟ مش كانوا معانا على البيتش؟ لا والله يا فندم، اصل هم تقهقروا واحد ورا التاني هربوا. يا سلام، اكدب على حضرتك يا فندم، احنا داخلين على حاجه مش عارفين ايه اللي هيحصل لنا. والبنت اللي كانت معانا قالت لي رايحه الحمام ازود مكاشي. عايزه تحلو قبل ما تموت. لا بتستهبل يا فندم، هم تقهقروا بس دي بتستهبل يا فندم، ما ينفعش اكدب عليك. حلو قوي الكلام ده. دول قلات الادب، تقهقروا من غير ما يستاذنوا. انا بقى يا فندم مؤدب، ممكن بعد اذنك اتقهقر؟ لا يا ادهم، معايا ما فيش تقهقر. ادهم يا فندم. تقدم. حاضر. اسرع معانا يا كريم، اسرع معانا يا رب. ايه ده؟ موميا؟ انتوا بتتاجروا في الاثار؟ لا يا فندم، ده هجين يا فندم حضرتك، ما بين راجل مصري اصيل اتجوز سائحه فرنسيه، فجابوا لنا كائن العدل والجميل، فهتلاقي حضرتك الشكل من عندنا بس الكلام من عندهم. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بونجو مسيا. بونجو ورحمه الله. بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس بيه؟ مش فارس؟ لا ما شفتوش خالص، ما شفتوش. بس انا شفت حاجه غريبه قوي. ايه؟ الست اللي هي المرعبه دي اللي لابسه اسود في اسود دي، رئيسه. ايوه، لقيتها ماشيه كده وشايله حاجه على كتفها، ها، ومربطاها. بني ادم، شكله بني ادم هو ده. فارس بيه غبي. ايوه ده شبه فارس بالظبط. انت ليه محسسني ان ده بيحصل عادي كل يوم عندنا في الاوتيل؟ الطم يا فندم، يا فندم كده هتفجر نفسها في الفندق يا فندم وفي اوضتها يا فندم. ادهم. ايوه يا فندم. انا بحملك المسؤوليه كامله. حاضر يا فندم. احنا في صراع مع الوقت. بالظبط، صراع مع النفس. ايوه، كل دقيقه معانا بتسوي حياتنا. حيات امي. فهمت يا فندم، حضرتك القنبله هتنفجر، فيا اما نتقدم يا اما نتقهقر. ادهم. ايوه يا فندم. تقدم. ايه؟ برم 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 برم. واه، مالك متنح كده ليه؟ طب انا لو ما تنحتش دلوقتي المفروض اتنح امتى يعني؟ ادي اللي كنت خايفه منيه. رئيسة بجد، الديناميت ده حقيقي حقه حقيقي ولا بتاع اطفال؟ عيب عليك،
بحج وحجيجي طبعا. امالك فرحانه قوي كده يا اختي؟ اصلي ما قلتلكش لو انا ما فجرتوش بنفسي هينفجر لحاله بعد 5 دقايق. وكمان هينفجر لحاله، هينفجر لحاله. بقول لك ايه يا فارس، انا بفكر انسفه بيدي عشان اخد الثواب. لا لا طبعا، تنسفي ايه؟ انت مين اللي زقك على المصيبه دي؟ الامير زعفران. امير زعفران بتاع الف ليله وليله؟ لا دوكها امير تاني، ده امير الجماعه اللي انا منيها. جماعه ارهابيه؟ عيب عليك تقول كده. لا احنا بنحارب اعداء الله، بنحارب الفسق والفسوق. فسوق؟ يا واعية، ما انت جيت اهو، لا في فسق ولا في فسوق، وبعدين حتى لو في هنفجر نفسنا فيهم. انا ما كنتش اعرف ان زعفران بيضحك علي. وديك عرفت الحقيقه. بس بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. 5 دقايق وينفجر لحاله. 5 دقايق؟ هنعمل ايه؟ ما عرفش. شكل نكته، هننفجر سوا. مالك بتقولي برومانسية كده؟ هو انت بتقولي كلام حب؟ مش انت قلت لي انك حبيتني وانك عايز تشاركني حياتي؟ حياتك؟ اه مش مماتك. بقولك طب ما تحاولي تقلعي الحزام. اصلي ما قلت لكش، زعفران قال لي لو حاولت اقلعه هينفجر لحاله. خلاص ننفجر سوا زي ما قلت لك. هي عزومة غدا؟ انا مش فاهم، انا ماليش مزاج انفجر النهارده، يوم تاني ان شاء الله. بقولك ايه، روح انفجر لوحدك، سيبيني اهرب بقى لو سمحتي، سيبيني. بقول لك ايه يا فارس، انت كده كده ميت. وبتقوليها في وشي؟ الله يخرب بيتك يا زعفران الكلب. لا حرام، هتاخد ذنبه. كلها 4 دقايق وهتقابل وجه رب كريم. 4 دقايق؟ هنخش النار انا وانتي. لا 3 دقايق و12 ثانية. يا نهار اسود. 11. يلا بكفايه. 10. استني. 9. الحقوني الحقوني يا الحقوني. 7. انتظر انتظر يا فلان يا فلان. ايه ده انت لسه هنا؟ اجل لسه هنا. لماذا هؤلاء الاشخاص يجلون هكذا؟ دول رايحين ينقذوا مسيو فارس. اه ينقذوا مسيو فارس. ينقذوا من من؟ من البنت الارهابيه اللي جايه تفجر الاوتيل. اه بنت ارهابيه تريد ان تفجر الاوتيل. ولماذا البنت الارهابيه تريد ان تفجر الاوتيل؟ لا 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 لحد هنا بقى وستوب. معلش دي اسرار ناس. معلش. لماذا لماذا قل لي؟ لا ما اقدرش. لا انا فطن وافهم واقدر الرجاله. امسك. ايه ده؟ هذا مبلغ من المال. مبلغ ايه دي؟ ورقه شجر. حمار، نحن في الصين نعتبرها ب100,000 إيوان. إيوان ينطح إيوان، بمعنى أنها تساوي بيت ملك ومزرعة. 100,000 إيوان؟ إحنا معانا إيوانات كتير قوي هنا على كده. يا لهوي. ها فلتقول لي، لماذا البنت الإرهابية تريد أن تفجر الأوتيل؟ ما أنت بتقول إرهابية، يعني هتعمل إيه يعني؟ أجل صحيح. تفرضنا جدلا أن فارس فجر، فلسع، من سيورثه؟ والله مش عارف، اصل الراجل ده يعني ما اتجوزش لحد دلوقتي ومقطوع من شجره كمان. مقطوع من شجره، ولماذا لم يتزوج حتى الان؟ بص دي حكايه طويله قوي هحكي لك بعدين، انا عايز الحق التفجير. فعلا عندك حق، الحق التفجير، يلا يلا بسرعه. ايه ده؟ يا نهار اسود. طب البنت الارهابيه لو فجرت الفندق ما هيتفجر بيها انا كمان، ولسه ما خدتش حقي. يا نهار اسود. ما تبعدي شويه كده. ليه؟ ايه رايك يا رئيسه؟ تنطي من البلكونه دلوقتي. واه وبعدين؟ تفضلي تجري 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 لغايه ما تطلعي بره الاوتيل خالص. واه انا كده هنفجر لحالي. هو انت يعني كنت جايه تصيفي؟ ما انت جايه تنفجري. لا بس بعد ما عرفت انك بتحبني وعايز تتجوزني غيرت رايي، ما عايزاش انفجر لحالي. رئيسه اعتبري نفسك ما شفتنيش خالص. لا ما قدراش، انا صح ما عارفاش كيف اكمل حياتي من غيرك. مش وقت سهواكة، فاضل دقيقة ونص هننفجر كلنا. لا دقيقة وثلاثة وثلاثين ثانية. ادخل. واه بوليس، انت بلغت عني؟ ابلغ ازاي؟ ما انا مربوط اهو. اتفضل يا باشا. امال مين بلغ عني؟ انا مش عرفني. خش يا باشا. يا رب يا ساتر. سلمي نفسك يا رئيسة، الفندق كله محاصر. يا عم هملنا انا دلوق وخلينا في الهباب ده اللي هينفجر فينا كلنا. انا بقولك ايه ده؟ هو فعلا قرب يفرقع؟ والنبي يا باشا فكني. شش فكني يا ادهم. استوليت يا مستر فارس، مش هينفع اقوم. فاضل 17 دقيقة،
قصدي يعني 17 سنة. ايه؟ 16 15 قدامك 13 ثانية وتعترف وعلي جامدوك. معلش يا فندم، هو في الرقم 14؟ اسكت. 12 11 10. رئيسة، ده الإنكار ولا الحساب هيفيدوكي ولا العقد التنازلي. الاعتراف هيحسن موقفك في القضية. قضية إيه يا باشا؟ كلها ثواني وهنبقى تراب. أربعة، ثلاثة، اثنين، لا، واحد. كان عايز أتجوزك يا فريدة. إيه ده؟ واه، إيه ده؟ ما انفجرش لحاله. زعفران طلع بيضحك علي. بعد إذن حضرتك تقولي الأستاذ زعفران إن هو لما يحط المتفجرات تنفجر يا فندم عشان ما يصحش كده، ولاد الناس مش لعبة، ثم كده بقى بلاخ كاذب. صح، أنا هروح أقول له سلام عليكم. استني يا عروسة بلبس عرق البلح ده، رايحة فين؟ راجل بلح بحبه قوي بتاع شريهان. أيوة، يلا عشان عندنا استعراض في الاسم. ريري ريري ريري، انت متأكد؟ ايه يا استاذ فارس بالراحة، خارجين من حزمة ناسفة وقنابل، في ايه؟ عايز ايه يا سيدي؟ انت متأكد حضرة الضابط ان الحزام بتاع رئيسة مش هينفجر؟ ايوه يا سيدي، خبير المفرقعات قال كده. وبعدين قلقان من ايه؟ ما هو معانا في البوكس. انا خايف عليك انت يا سيدي. ما تخافش عليا، خاف على نفسك. بقولك ايه، يبقى بخر المنتجع. ماشي، حاضر حبيبتي يا رئيسة. انت لسه لغايه دلوقتي بتقول رئيسة؟ لعلمك بقى، رئيسة مجني عليها مش جانية. ما شاء الله. طب على كده بقى عندك استعداد تتجوزها وتشيل عنها كام سنة من اللي هتاخده من السجن؟ اه، انا هستنى شوية. استناها لما ايه؟ تخرج من السجن؟ لا يعني استنى لغاية ما الاقي عروسة تانية. برضه؟ تمام. سيدي مالها؟ الله العظيم كانت هتبقى جوازها قنبلة. لا بلاش قنبلة دي، احسن تفرقع.